المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة التي ازدانت بكم كما تزدان السماء بنجومها، في هذه الليلة التي أضيئت بنوركم كما تضاء الظلماء ببدرها، نلتقي وإياكم في هذا اللقاء العلمي الجديد المبارك، متمنين وسائلين الله عز وجل أن يوفقكم ويحفظكم جميعا. في رحلتنا العلمية لهذا اليوم سنتعرف على تحليل السلاسل الزمنية باستخدام برنامج إيفيوز، ويقدم هذه الدورة سعادة الأستاذ الدكتور نبيل مهدي الجنابي، أستاذ الاقتصاد القياسي في جامعة القادسية كلية الإدارة والاقتصاد جمهورية العراق. له خبرة أكاديمية تزيد عن 30 سنة، متخصص بالنظرية الاقتصادية والتحليل القياسي المتقدم، له أكثر من 40 بحث ودراسة منشورة في مجلات عربية وأجنبية متخصصة، أستاذ في برنامج الدكتوراه قسم الاقتصاد جامعة القادسية، ومحاضر سابق في جامعة جنوب الدنمارك قسم التسويق، رئيس قسم الاقتصاد وقسم العلوم المالية والمصرفية سابقا. فأهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. سيتكون برنامج الدورة اليوم من قسمين: القسم الأول مدخل للسلاسل الزمنية، يتضمن اختبار جذر الوحدة، التكامل المشترك، نموذج تصحيح الخطأ، دالة الاستجابة، تحليل التباين، وفي القسم الثاني سيتضمن الجانب التطبيقي لاستخدام برنامج إيفيوز. لكم الكلمة سعادة الأستاذ الدكتور نبيل، نتمنى لكم التوفيق والسداد مع خالص التقدير ووافر الاحترام. دكتور فقط افتح الصوت الله يكرمك. شكرا دكتور ابراهيم، حياكم الله. الشيرنج نعم نعم متاح الان دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، سعدتم مساء. دورتنا المكثفة هاي الساعة راح تركز على تحليل السلاسل الزمنية وباستخدام نموذج إيفيوز. أتمنى يعني الحاضرين أن يفتحون اللابتوب، جهاز الكمبيوتر أمامهم، ويفتحون برنامج إيفيوز. أي برنامج، أي فيرجن، يعني من فيرجن 5 لفيرجن 11 ماكو فارق بيناتهم، للفائدة القصوى بشكل عام. يعني 3 ساعات ما تكفي أن نغطي برنامج إيفيوز وتحليل السلاسل الزمنية، يعني يحتاج أقل شيء 15 ساعة 20 ساعة يمكن أن يعني يتخرج الشخص من هذه الدورة متمكن بتحليل القياس المتقدم واستخدام البرنامج إيفيوز. لكن نحاول اليوم نعطي الأساسيات ونركز على بعض الجوانب المهمة اللي تساعد الباحث، طالب الدكتوراه، طالب الماجستير، في إعداد دراسة التطبيقية فيما يخص الجانب القياسي. Time Series Analysis يعني واسع جدا. احنا راح نركز على Time Series Analysis فيما يتعلق بال Advanced Micro، يعني الإيكونومتريك، يعني الاقتصاد القياسي المتقدم، الدراسات القياسية، يعني القياس الاقتصادي أو الاقتصاد القياسي، ماذا تستخدم في هذه التايم سيريز. التايم سيريز كبرنامج أو كموضوع ظهر يعني حتى يسمى بالنظرية الاقتصاد القياسي الحديث، لأن ظهر هو بال يعني أول ما بدأ سميث بال 1980 بدأ عندنا استخدام التايم سيريز. قبل كانت النظرية القياس الاقتصادي القديم أو نسميه الكلاسيكي، اللي هو يركز على التحليل الانحدار
ومشاكل الصاد القياسي. هذا التحليل الحديث يعني خلصنا من كثير من المشاكل، وخصوصا برنامج إيفيوز يعني كثير من مشاكل الانحدار أغنانا عنها. فراح يكون عندنا موضوعنا بشكل عام يركز على مرحلتين أو الثلاث مراحل. الجانب الأول اللي يتقص يونت روت تيست، اختبارات جذر الوحدة، وعندنا عدة اختبارات بس الموجودة بالبرنامج راح نستخدم اختبارين اللي أريجوما ديكو فولار وفيليبس بيرون، واكو أكثر من اختبار بس دين اختبارات كلش كافية لتحقيق استقرارية، تحقق من استقرارية السلسلة الزمنية. من حقق إذا أكو عندنا استقرارية، فأنا أكو عندي نموذج يبين المسير أي باحث بالقياسي النموذج مالته هذا يستخدمه. فإذا عندك داتا تايم سيريز، المرحلة الأولى اللي تستخدمها هو تستخدم اختبارات جذر الوحدة اللي تبين استقرارية هذه السلسلة. عذرا دكتور تكرما اذا امكن رفع الصوت فقط منخفض قليلا يعني. الله يكرمك. فاول مرحله اختبارات جذر الوحده. هذه الاختبارات اذا كانت المتغيرات مستقره يعني انتجريشن او مستقره بالمستوى بالليفل اللي هو integration note يعني integration note أو مستقرة بال difference first difference integration one أو مستقرة بال second difference integration two، إذا كانت عندنا بهالمستوى إيش راح نستخدم؟ راح نستخدم اختبار توماتا يوموتو اختبار يستخدم إذا كانت عندنا مستقرة بثلاث مستويات. إذا كانت مستقرة بالفرق الأول والفرق الثاني راح نستخدم النموذج الغير مقيد الـ Unrestricted Model أو نسميه الفار Vector Autoregressive، نموذج غير مقيد. إذا كان عندنا المتغيرات مستقرة بالمستوى الأول الفرق الأول أو الفرق الثاني، إذا كانت جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول فقط يعني كل المتغيرات في difference first difference، راح نستخدم اختبارات الكونتجريشن اختبارات تكامل المشترك. إذا كانت المتغيرات مستقرة عند المستوى يعني integrate note وعند الفرق الأول integrate one أو كلاهما، راح نستخدم برنامج يسمونه الاردل او نموذج الاردل، يفرق عن نموذج الكونتجريشن او التكامل المشترك بالنسبه لجوهانسن وانجل جرانجر. هذا النموذج اردل ان شاء الله اذا صارت ناخذ محاضره عليه، هو حاليا المتقدم يعني النموذج المتقدم اللي ده يستخدم حاليا بعد ما يعني معظم النماذج الثانيه قديمه، احدث نموذج هو الاردل. إذا كانت السلسلة مستقرة بالمستوى integrate note فما عندنا مشكلة يعني ما عندنا انحدار سائف، ما عندنا نستخدم الريجريشن العادي الانحدار البسيط ونطبق هذا النموذج. من نستخدم الانتجريشن يعني إذا أخذنا التكامل المشترك، إذا كان عندنا تكامل مشترك وظهرت عندنا هاي التكامل سواء بالمستوى أو بالفلغة، فعندنا إذا كان التكامل مشترك وعندنا متغير يعني متغير واحد نستخدم الـ Error Correlation Model إذا كان متغير واحد، وإذا كان عدة متغيرات داخلية عندنا فنستخدم الـ Vector Error Correlation Model. إذا كان التكامل نفسه يعني من اختبارنا ما كان عندنا وجود أي تكامل، نرجع على نموذج الغير مقيد اللي قلنا عليه اللي هو نموذج الفار، نستخدم الفاكتور أوتوركسيف. هاي المنهجية
بالشغل الجيب قاعدنا بس ال ال دالة الاستجابة وتحليل التباين نقدر نشتقها من نموذج ال فاكتور ايرور كورليشن موديل ويمكن نشتقها من الفار فما عندنا مشكلة من أي نموذجين يمكن أن نشتق تحليل التباين ودالة يعني أوبلوس ريسبونس فاكشن ودالة الاستجابة. هاي بشكل عام يعني الطريق أو خارطة الطريق لكل من يعمل نموذج قياسي بتحليل السلاسل الزمنية. هذا يعني الإطار العام. بقى عندنا نستعرض برنامج إيفيوز. يعني برنامج إيفيوز نحاول نستعرض الأساسيات مالته شلون ينفتح شلون. هذا برنامج قدامكم برنامج إيفيوز برنامج إيفيوز 10 فيرجن 10 ما يفرق الفيرجنات الفرق بيناتهم فقط بالإضافات اللي حذفت. يعني مثل عندك نموذج الأردر فيرجن 9 اكو مرحلة ما يطلع لك اياها لازم تشتغلها بإيدك بينما فيرجن 10 وفيرجن 11 يطلع لك اياها الخطوة مباشرة بالبرنامج. معظم الإضافات هي تحديث على البرنامج وهم الفينيشنج يفرق. يعني إذا طلع إيفيوز 5 أو 4 كفيرج كشكل أو كهيكل يفرق عن هذا النموذج الموجود عندنا إيفيوز 10. تطلع عندك هاي النافذة هاي نافذة البرنامج الحديث بس إذا تروح فيرجن 6 5 رأسا يفتح لك بدون ما يفتح هاي النافذة. هاي نافذة الورك يعني الورك فايل أو الوركشوب اللي راح تشتغله. فشوفوا هاي موجودة عندنا Great New Views Workshop يعني افتحنا يعني فايل جديد لل من Views أو تفتح فايل قد يعني فايل سابق Open Exist Views Workshop. دكتور إذا أمكن foreign. ظاهر أمامنا فقط ملف الوورد ممكن أغلاق الوورد حتى يظهر الإي فيوز إن شاء الله. هسه واضح؟ نعم نعم ظهر أمامنا. هاي النافذة تنفتح نافذة إي فيوز. قلنا الفيرجن الفيرجنات القديمة ما يفتح لك هاي النافذة اللي قلنا عليها ورشة نافذة العمل الفايل. يفتح رأس البرنامج الأساسي بس الفيرجنات الحديثة يفتح لك هاي النافذة. هاي النافذة بيها ثلاث مطالب أساسية يا ما تفتح Great New Eviews Work File or Open Exist Eviews Work or Open Foreign File. يعني يا ما تفتح نافذة جديدة أو تفتح نافذة سابقة يعني برنامج يعني ملف سابق أو تفتح برنامج من خارجي فايل خارجي سواء كان Excel أو Greater أي برنامج. فإحنا بشكل عام نفتح أولاً ونلغيه حالياً بس نأخذ نستعرض النافذة الرئيسية يعني هذه الواجهة الرئيسية الإيفيوز. فايل عندنا Edit Object View Broad Quick Option Added End Window Help. عندنا بالفايل أول إعاز new نقدر نفتح بيها new file وداتابيس الموجودة بالبرنامج وبروغرام تربطه سواء أي بروغرام سواء كان عندك مثلا SPS Greater تقدر تربطه بهذا وtext file open. هنا يقدر تفتح لك EVUS workshop يعني يفتح لك انت عندك فايل محفوظ بالبرنامج يفتح لك اياه او يستورد يعني يستورد لك فايل اجنبي فورن داتا يعني سواء كانت باكسل او اي نموذج صيغه يستورد لك اياها قلنا عليها داتا بيس وبروجرام. عندنا اوبن سيف حفظ سيف اس حفظ باسم كلوز امبورت يعني يستورد امبورت فايل يستورد لنا فايل واكسبورت يصدر فايل برنت طبع
print step حالة الطابعة run exit خروج. بالإدت عندنا بالإدت عندنا الاندو والكات والكوبي يعني قطع طابع باست لصق لصق خاص داتا ديليت يعني حذف وعندنا الاوبجكت ما عندنا حاليا اوبجكت view النظرة يعني المتغيرات الموجودة عندك non variable يقول لك ما موجودة عندنا حاليا متغيرات حتى يعرض لنا اياها road اللي هي هاي همتين المتغيرات اللي يشتغل عليها non variable for the window quick هي يعني معظم العمليات اللي نستخدمها بquick والoption option عندنا بها general option يعني الوضع العام الجرافيك الداتا register cloud و views auto update وعندنا added in همتين موجودة عندنا manage edit و download والwindows اللي بي ما بي حاليا شيء غير فظ close all يعني غلق الكل غلق المتغيرات swap وعندنا help اللي هو هذا يا ما يربط البرنامج بالonline او يطلع لنا الhelp الموجود بالبرنامج يعني اكو برنامج مساعدة يعرض لنا المتغيرات الموجودة عندنا. هاي بشكل عام النافذة اللي تستخرج عندنا. يعني هاي أي برنامج هاي النافذة الأساسية الموجودة يمكن أن نستخدمها يعني ببداية أي عمل. عندنا حالياً إذا نريد نستخدم نفتح برنامج نريد نفتح نيو ورك فايل ورك فايل جريتر هنا تخلق لك او تكون فايل الصوت واضح يو ما واضح الصوت واضح واضح تماما دكتور الورك فايل هاي الصفحة عندنا نماذج من أو نموذج السلسلة أو نموذج العينة إذا كانت العينة يعني السلسلة زمنية نستخدم الـ regular frequency إذا كانت عندنا عينة بدون سنوات نستخدم الـ unrestricted ended يعني end data يعني مثل عندنا عينة 40 مشاهدة 50 مشاهدة بدون سلسلة أو data نستخدم هاي المتغيرين. هنا بداية إذا سلسلة زمنية time series عندنا. هنا عندنا frequency. شو يكون هذا annual سنوي. عندنا هنا multi year يعني سنوي. بعد annual semi annual يعني شبه سنوي. quarterly ربع سنوي. monthly. فتختار يعني السلسلة سلسلة مالتك هي أسبوعية يومية شهرية موجودة كل يعني هاي ويكلي ديتلي ديليش كم يوم خمسة أيام بالأسبوع أو سبعة أيام هاي كل ما يخص المتغير إحنا عندنا ملف بيانات سنوية من 1986 إلى 1000 وإلى 2017 فنكتب بداية 1900 هاي start data ونهاية data 2017 قلها اوكي ظهرت عندك هاي النافذة هنا يكو يعني يعانون معظم الباحثين او مستخدمين الايفيوز يعانون بعملية نقل البيانات من الإكسل أو نقل البيانات من أي فايل يعني موجود بالخارج فأكو عدة طرق يعني أكو طريقة التقليدية اللي كلها يعرفها وأكو طريقة سهلة أنا استخدمها أفضل من هاي الطريقة للمرات إذا الإكسل مالتك بأي فارزة أو أي بالرقم يكون عندك إشكال ما ينقل لك الإكسل يعني يمتنع عن نقله أو عد النقل يصير عندك تضارب بال يعني بين البرنامج وبين إكسل
يعني بهاي الطريقة نروح على كويك ونقول له empty group، يعني ننزل مجموعة فارغة إذا السيريس، فينزل لك السيريس الموجودة، يعني هاي السيريس من 1986 لغاية 2017. بعدين تروح على ال يعني تروح على الداتا الموجودة عندك، هاي الداتا واضحة لإكسل، برنامج إكسل طارئ ولازم يسوي له شيرنج. غير ظهر دكتور، هاي المتغيرات عندنا M3 ظهر، نعم اي ظهر الان، و R معدل الفائده، P للسي بي اي مستوى العام الاس ار، Y الجي دي بي ناتج، سلسله لبيانات عن الاقتصاد العراقي، هاي الموجوده عندنا. فالطريقه الاولى نسوي لها كوبي، هاي السلسله نسوي لها كوبي، كليك يمنا نسوي لك كوبي، نرجع على البرنامج، البرنامج ده شوفوه ولازم نسوي شيرنج ثاني. نرجع على البرنامج بالجهة بهاي الجهة تكون بالحافة على الجهة اليسرى بأقصى الحافة، نزل البرنامج، نزل له، سوي له بس، ينزل عندك البرامج. هاي الطريقة، وأنا صراحة هاي الطريقة يعني ما حبذها بشكل، لأن يعني مرات يصير عندك إشكالية إشكالية عندك بنقل البيانات. أكو طريقة كل السهلة، طريقة كل السهلة تروح على الفايل، فايل قول له open foreign data workshop، foreign data workshop تفتحها، الفايل مالتك وين حافظه؟ انا حافظه بالديسكتوب، نزلت هاي البرنامج فقط. next finish. هنا طلع عندنا شوف الرينج والسامبل، الرينج عندنا ما محدد السنوات، تضغط كليك يم تضرب وتروح على ال انريستك اوبزيرفر، تقدر تقول له ال regular frequency، regular frequency ترجع تكتب الداتا مالتك الموجوده من 1986 الى 2017. اوكي، فتحدد عندك المده من 1986 الى 2017، sample 32. أنا أفضل هاي الطريقة عن الطريقة الأولى لسهولة، بالسهولة تنزلها برنامج إكسل رأساً يأخذها، بس بنسوي كوبي مرات يعني يصير عندك اختلاف بالمتغيرات اللي كاتبة والمتغيرات الأخرى. لحد الآن واضحة، يعني هاي دخلنا أول إدخال البيانات إلى برنامج الإيفيوز. المرحلة الثانية عندنا بعد ما نحكي،
هاي الدالة مالتنا الـ example analysis the importance of the monetary policy and its transmission machine in the fast growth يعني حاليا انا هذا القديم هاي يعني بحرين يعني حاليا إيراكي ايكونومي النموذج النقدي هو M3 عرض النقد M3 بالمفهوم الاوسع function Y R P الـ M3 هو الـ Money Supply الـ Y هو الـ GDP الـ R Interest Rate و B الـ Consumption Price Index الـ CBR هاي المتغيرات أنا سويت يعني أسلوبين بال يعني هاي الطريقة الفايل هذا حاول أنزل لكم إياه بالهاي إذا تحتاجونه يعني صور موجودة جاهزة محضرها به بس حاليا احنا راح نطبقها عمليا بس موجود نفس الاسلوب اللي راح نشتغله موجود عندنا بصور حاليا عندنا هذا هاي المتغيرات اول مرحله نحولها الى لوج نحول المتغيرات الى لوج اكو طريقه الكومنز يعني تكتب جنريت يعني طريقه تكتب جنر جنر مثلا الام 3 يساوي لنا لوغاريتم ام 3 وتكتب الإعازة الثاني والثالث يحول لك يعني طريقة الكومن الكومن يعني راد واحد بروفيشنال بالبرنامج يلا يقدر يشتغل عليه اكو طريقه سهله يعني اللي يتعامل بالبرنامج بسهوله بدون كومنز تروح على هذا المتغيرات عندك سترال موجوده بالحاسبه تضغط عليها سترال وتدوس على المتغيرات واحد واحد سترال وكليك فطلع لنا هالمتغيرات كليك يمنى بلا open as group طلعت عندنا المتغيرات كمجموعة عندك هنا default هذا هنا كلها موجودة عندك شو تريد difference percentage change logarithm logarithm difference فتنختار logarithm حولها رأسا logarithm بدون إعازات لأن احنا مشكلة الإعازات يعني معظم يعني مثل برنامج R من البرامج المهمة ولو إحصائي بس إزعاجه بالإعازات يعني الرائد واحد محترف بالإعازات تقدر تستخدمه بدون إعاز يعني سحولنا المتغيرات حولناها إلى لوغاريتم فإحنا أول مرحلة قلنا اللي هي أول مرحلة عندنا اللي نستخدم اللي الديكوفلار او اليونت روت فنروح على من على كويك سيريس ستاتستيك واضحه سيريس ستاتستيك وعندنا هنا مجموعه اختبارات من ضمنها اليونت روت تيست كورليشن الفارنس ريشو ناخذ اليونت تيست اول متغير عندنا من هو اللي اول متغير M3 تايم سيريوس فعندنا هنا الريكومنت ديكوفولار
عندنا ثلاث معادلات إذا يعني وضحتكم بالنظري، يعني حتى نستخرجها بالنظري كنظريا، عندنا ثلاث معادلات، معادلة بالمستوى level والمعادلة الثانية بال first difference والمعادلة الثالثة بال second difference. وعندنا بالمستوى أما يكون intercept يعني بحد قاطع هاي المستوى، يا أما يكون بقاطع trend and enter بقاطع واتجاه زمني، وعندنا الديفرنس. فنستخدم أول شيء عندنا هنا الاوتوماتيك سيلكت، إذا أريد نطلع إذا كانت عندنا حجم العينة كبيرة يعني حج يعني حافة 60-70 نقدر نطلع الاوبتيمال لاج رأسا من الأكاي انفو سيرتين، يعني من هذا نقدر نطلع رأسا التباطؤ الأمثل، رأسا يطلع لك التباطؤ الأمثل من هذا البرنامج. فأول شيء نستخدم ليفل وبحد قاطع، الحالة الأولى ليفل بحد قاطع راح تعدنا هاي تمثل، هاي تمثل القيمة المحسوبة يعني قيمة تاو المحسوبة، وذني مثلا يعني مستوى درجات حرية 1 بالعشرة 5 بالعشرة قصدي 1% 5% و10% ذني مثلا ضمن برنامج يعني اكو مقدرة هاي احنا قدرناها وهي موجودة ضمن برنامج خاص يطلع لك يبين لك يا الحرجة القيمة الحرجة او القيمة الستاندر الموجودة. فشوف تقارن القيمة المحسوبة بالقيمة المجدولة، القيمة المحسوبة بالقيمة المجدولة، دائما ناخذ عند مستوى 5% يعني، فلازم تكون إذا أخذنا القيمة المطلقة للقيمة المحسوبة لازم تكون أكبر من القيمة المجدولة، القيمة المطلقة أو تكون قيمة المحسوبة أقل من القيمة المجدولة. شوف هنا القيمة المحسوبة عندنا -0.08 فشوف هنا أكبر من كل ذني، فبالتالي هاي غير معنوية يعني أكو عندنا مشكلة جذر الوحدة. الطريقة الثانية نعتمد على البروبرتي، هاي كل سهلة يعني هاي بدت من 2014 بحث واستمرت إنها يعني معظم الباحثين يستخدموها، تروح على البروبرتي يعني ماكو داعي تتباوعها، البروبرتي الاحتمالية إذا كانت أكبر من 0.0 يعني أكبر من 5% فيعني عندك يعني مجتازت الاختبار، وإذا كانت أقل أو يعني قريبة منها اجتازت الاختبار. فأنا أشوف الاحتمالية جاء عندنا 0.9 فكبيرة أكبر من 0.5 فبالتالي فشل يعني الاختبار في هذا يعني المستوى بحط قاطع فشل في اجتياز اختبار ديكو فولر. ناخذ الحالة الثانية او ناخذها منها، نقدر نكتبها منها من جديد او نرجع هنا نفسها ناخذها من view unit root test، بس ناخذها trend and intercept. اول افتراض اخذناها بحد قاطع فقط، هنا اتجاه زمني وحد قاطع، القيمه نشوفها هنا طلعت لنا هاي القيمة المحسوبة وهاي القيمة المجدولة. قلنا مو للسهولة فقط يعني الأكثر سرعة نروح على اليمن على البروبرتي، أوفق من الأكبر أصغر قيمة مطلقة قيمة، روح على البروبرتي. البروبرتي هنا شوفه أصغر من 0.5 يعني أقل من 5%
هنا أكبر من 5% 0.9، فبالتالي فشلت في اجتياز ديك فولر. يعني عندنا حاليا بالمستوى الام 3 ما اجتاز اختبار، يعني عنده مشكلة بجذر الوحدة اتجاه أو باتجاه زمني بالمستوى، وحذ قاطع وحذ قاطع واتجاه زمني. هسه ناخذ الحالة الثانية اللي هي بالفيرست ديفرنس، الفرق الأول. بالفرق الأول ناخذ أول شيء بحذ قاطع ونشوف هاي النتيجة، القيمة المحسوبة والقيمة المجدولة. قلنا وين نروح؟ على البروبرتي. البروبرتي ناش قد عندنا 0.05 أكبر من 0.02 أصغر من 0.05، يعني 5%، هاي عندنا هنا 2%، إذن هاي معناته شنو؟ اجتازت هذا الاختبار. ناخذ الحالة الثالثة اللي هي اتجاه زمني مع حذ قاطع، هنا فشلت. شوف الاحتمالية ايش قد عندنا هنا، 0.09 اكبر من 0.05، بالتالي فشلت. فعندنا وين صار عندنا الاستقرارية؟ الاستقرارية صار عندنا بالفيرست ديفرنت مع حد قاطع. تعزيز لأريجومات ديكو فولار نستخدم فيليبس بيرون الاختبار الثاني من نفسه تيست تايب. احنا عندنا أريجومات ديكو فولار، احنا عندنا كل الاختبارات، يعني شوف ديكي فولار جي ال اس فيليبس بيرون كويسكي فيليبس شادو ناين. فاحنا ناخذ الفيليبس بيرون، هذا يعني يعزز النتائج المستخرجة من اختبار ديك فولر ويعطيها قوة يمكن أن نستند عليها في التحليل. ففيليبس بيرون عندنا هما تاخذها بنفس الطريقة، ناخذها بالمستوى وحد قاطع، هنا عندنا القيمة المحسوبة والقيمة قيم المجدولة، مستوى معنوية 1% و 5% و 10%. البروبرتي جيدة عندنا هنا، البروبرتي 0.9 يعني أكبر من 0.05 يعني أكبر من 5%، بالتالي ما اجتازت الاختبار، ما اجتاز هذا المستوى. ناخذ التريند مع انترسبت، يعني حد قاطع مع اتجاه زمني، وهماتين بالمستوى. ناخذ ليفل بالمستوى، طلع عندنا البروبرتي هنا اجتازت وما اجتازت، ما اجتازت 0.5 يعني 5 بالعشرة اكبر من 5%، فبالتالي هماتين ما اجتازت الاختبار. ناخذ الديفرنس، ناخذ الفيرست ديفرنس الفرق الاول وناخذه بالانترسبت، القيمه المحسوبه والقيمه المجدوله. ايش قد البروبرتي عندنا هنا؟ 0.02 يعني اجتازت الاختبار بالحد القاطع. ناخذه بحد قاطع واتجاه، حد قاطع واتجاه، هنا فشلت القيمة المحسوبة هنا والقيم المجدولة، بس البروبرتي عندنا جد أكبر من 0.05، هنا عندنا 0.09، فبالتالي فشلت. الام 3 عندنا مستقر بالفرق الأول بحد قاطع فقط، يعني بحد قاطع، فمستقر بالفرق الأول،
يعني متكامل من الدرجة الأولى، يعني integration first اللي هو نكتب I، يعني نكتب عندنا integration first I هالشكل هذا integration first، يعني يكون يكون عندنا متكامل من الدرجة الأولى. يفترض نسوي جدول، يعني نسوي جدول نخلي الاختبارات مثل ديك وفولار، يعني نسوينا جدول احنا نعده، نقدر نسوينا جدول نسوينا جدول أقل على عدد متغيرات. احنا عندنا أربع متغيرات، يعني نكتب هنا المتغيرات ال نكتب هنا يعني المستوى بالمستوى، ويعني الليفل انا مسوي هنا موجود عندنا هنا الجدول. هذا الجدول، نسوي الجدول تيبل يونت روت، نسوي الديكو فولار، وهنا فيليب سبيرون، هنا بالمستوى المستوى الليفل هاي المتغيرات، وهنا عندنا بالفيرست ديفرنت. واضح الجدول يوم واضح فيرست ديفرنت؟ نعم واضح دكتور. ايه النتائج اللي استخرجناها ندخلها داخل الجدول حتى نحدد القيم، فيكون هذا الجدول الأول بهذا المجال. هسه ناخذ
المتغير الثاني عندنا التغير الثاني عندنا باي همات ناخذه اول شيء بالديكو فولر نرجع على ديكو فولر ارقم الديكو فولر ناخذه بالمستوى وحد قاطع شفنا احصائيه التاو المحسوبه هاي المحسوبه وهاي المستوى حريه 5% و10% و1% قيمه المجدوله وهنا الاحتمالية هنا احتمالية 0.9 هي أكبر من 0.05 بالتالي ما اجتازت الاختبار بالمستوى وحد قاطع نأخذ الحالة الثانية مستوى وترند and intercept ويعني اتجاه زمني وحد قاطع هما تنطلع عندنا هاي القيمة القيمة المحسوبة ذن القيم المجدولة والبروبرتي هنا عندنا شقد 0.3 همتين مجتازت الاختبار ديك فولر يعني فشلت بالاختبار يعني موجود عندنا جذر واحدة ناخذ هسه بالديفرنس بالفيرست ديفرنس مع حد انترسبت مع حد قاطع هنا يتمثل القيمة المحسوبة وقلنا هاي مثلا القيم المجدولة الإحصائية التاو شوف البروبرتي جيد عندنا زيرو يعني احتمالية عندنا كلش عالية بالتالي اجتاز الاختبار ديكو فولر ب ديفرنس فيرست ديفرنس وحد قاطع ناخذ الحالة الثانية اللي first difference و trend and intercept همتين نفس القيمة طلعت عندنا همتين احتمالية عالية فاجتاز يعني الجي دي بي عندنا اجتاز يعني مستقر بالفرق الأول أو متكامل من الدرجة الأولى يعني بحد قاطع وحد قاطع واتجاه نعزز قلنا نعزز الاختبار ديكو فولر نعززه باختبار فيليبس بيرون عندنا مشكلة بالكهرباء بس خلي دكتور إذا أمكن مشاركة صورة البرنامج دكتور ماشي سوف أشارك
دكتور هل تسمعنا؟ السلام عليكم. طيب ثواني فقط نحاول الاتصال بالدكتور، يبدو أن الكهرباء قد انقطعت عنده. نعتذر من حضراتكم، فقط ثواني إن شاء الله نحاول الاتصال بالدكتور. المشكلة يبدو أنه انقطع الاتصال بسبب الكهرباء. نحاول في هذه الدقائق نعطيكم فكرة عن المركز الأكاديمي والبرامج التي يقدمها خلال هذه الفترة بينما يعود معنا الدكتور. المركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي يقدم مجموعة من البرامج العلمية والأكاديمية، دورات تدريبية أيضا. الآن يتوفر على صفحة الموقع الخاص بالمركز الأكاديمي مجموعة من الدورات المجانية، عدد الدورات تجاوز 20 دورة في هذا الشهر. سيتم إضافة أيضا مجموعة من الدورات في الشهر القادم. عدد الدورات المجدولة لحد الآن أكثر من 150 دورة تدريبية في مختلف التخصصات، سيتم إضافتها إن شاء الله خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر حتى نهاية العام إلى شهر ديسمبر بإذن الله تعالى. يوجد أيضا مجموعة من المؤتمرات العلمية. قبل أن نذهب إلى موضوع المؤتمرات، طبعا هذه دعوة لكل الأساتذة من أكاديميين وباحثين وخبراء، ممكن تقديم دورات تدريبية في من خلال المركز الأكاديمي بالتقديم عبر الرابط الذي سيرسل لكم إن شاء الله بعد قليل. هذا الرابط مخصص لتقديم دورات تدريبية أكاديمية بالتعاون مع المركز. أيضا في مجال المؤتمرات، تقدم مجموعة من المؤتمرات شهريا، يوجد لدينا 3 مؤتمرات. هذه المؤتمرات لشهر أغسطس الحالي وأيضا لشهر سبتمبر وأكتوبر، سيتم إضافة مؤتمرات أخرى لشهر نوفمبر ديسمبر خلال اليومين القادمة. في هذا الصدد دعوة أيضا لكل الباحثين والمتخصصين والأكاديميين للانضمام إلى اللجان العلمية أو لجنة العلاقات العامة الخاصة بالمركز الأكاديمي من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الذي يتم التواصل فيه معكم. طبعاً اللجنة العلمية ولجنة العلاقات العامة لها جملة من الحقوق والميزات لمن يرغب الانضمام. اللجنة العلمية يقع على عاتقها تحكيم الملخصات والأبحاث التي ترسل للمؤتمرات وكذلك للمجلات المعدة للنشر. بالنسبة للجنة العلاقات العامة والإعلام، لها دور في التنسيق مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لغرض تنفيذ وإنجاز المؤتمرات والدورات التدريبية. أيضا يمكن لكل مؤسسة أو جامعة حكومية أو خاصة تقديم طلب الانضمام إلى رعاة المركز الأكاديمي. هذه الطلبات كانت تقدم برسوم سابقا، الآن أتاحت الأمانة العامة للمركز الانضمام إلى رعاة المركز الأكاديمي رعاية علمية مجانا لغاية ديسمبر 2020. يمكن التقديم أيضا على الرعاة باسم الجامعة طبعا،
سيرسل لكم خطاب الموافقة، سيوضع شعار الجامعة على الموقع الرسمي وفي مطبوعات المركز، وسيكون للجامعة والمؤسسة جملة من الحقوق وأيضا عليها مجموعة من الواجبات. هذه حقوق تتمثل في كلمات لرئيس الجامعة في البرامج التي تقدم، مقاعد مجانية، تخفيض على 10 مقاعد سنويا، تكريم المؤسسات الراعية بخطاب شكر وتقدير باسم رئيس الجامعة أو المؤسسة، وممكن تقديم هذا الطلب من خلال الموقع الرسمي للمركز الأكاديمي. نرجو متابعة الموقع بشكل يعني دائم. سيتم تحديث الموقع يوميا بمجموعة من الدورات التدريبية وأيضا المؤتمرات العلمية. يمكنكم أيضا الانضمام أو التواصل معنا على البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم أو رقم الهاتف واتساب، فايبر أو بالاتصال المباشر. شكرا جزيلا لحضراتكم ونتشرف بانضمامكم معنا. طيب الآن عادت الكهرباء، اتصل بنا الدكتور، إن شاء الله دقيقة واحدة فقط ويدخل معنا. إذا كان في أحد من جنابكم يرغب بتقديم مداخلة، ملاحظة، ممكن يتفضل، سنعطي له الصوت. يرجى استخدام خيار رفع اليد الموجود في برنامج زوم لتقديم مداخلة بسيطة بينما يعود الدكتور نبيل إن شاء الله. طيب هل لديك مداخلة أستاذ علاء؟ لك الصوت تفضل إذا كان لديك سؤال. طيب مرحبا بك دكتور مرة أخرى. يعني بعد صراحة اللابتوب انفصل الكهرباء عنه وخلاص الشحن. بارك الله فيك ولا يهمك، حياك الله. فأعتذر عن الانقطاع ونتواصل. لحد ما وصلنا يعني إذا أكو أي استفسار يعني تقدرون تكتبون بالدردشة، موجودة عندكم دردشة؟ نعم تكتبون أي استفسار موجود أستاذ إبراهيم هو يعني. نعم نعم ممكن نأخذ مداخلات دكتور إلى هذه النقطة. ماشي. نأخذ مداخلة. ماشي نعم، إذن سنأخذ في 5 دقائق مداخلات دكتور وبعدها نعود مرة أخرى لإكمال الدورة إن شاء الله. طيب إذا كان في مداخلة يرجى كتابة السؤال في شات البرنامج أو استخدام خيار رفع اليد في الشات. تفضل أستاذ علاء إذا كنت تسمعنا. طيب يبدو أن الأستاذ علاء غير موجود. دكتور منيرة تفضل. يا دكتور منيرة
إذا كنت تسمعين أنا افتح الصوت من عندك، فقط اقبلي الخيار. نعم نسمعك الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. كل عام والجميع بخير. شكرا دكتور نبيل، شكرا شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. سؤالي في الإيفيو، الصراحة عندنا الأس بي أس إس والتحليل عن طريق الأكسل والإيفيوز، بس كنت عايزة أعرف إيش الفرق بينه وبين الأس بي أس إس لو سمحت. بس فقط الإيفيوز برنامج متخصص. متى استخدم الإيفيوز؟ الإيفيوز متى بالضبط استخدم؟ يعني يعني اول ما عند دخلت الدوره على ذكر يعني كورس كامل بالدنمارك بال2005 بدايه ظهوره فيرجن 4 يعني اتذكر موجود الايفيوز. وعندنا برنامج جديد ثاني اسمه جريتر، ذني متخصصات بالقياس الاقتصاد القياسي. الاس بي اس اس حزمه احصائيه يطلع ليش نتائج، بس هالنتائج قد تكون يعني بها مشاكل، بها مالتي كوريشن اوتو كوريشن، تفتهمين قصدي؟ الايفيوز احدث برنامج ويطبق نظرية الاقتصاد القياسي الحديث. واضحة دكتورة؟ شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. دكتورة سماح تفضلي، فقط اقبلي الطلب وتفضلي بالتحدث. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا استاذ فقط حبيت اعرف انه اذا كانت العينة صغيرة يعني عينة اقل من 30، اي اختبار افضل لاختبار الاستقرار؟ هل ديكي فولر ولا فيليب هو الافضل؟ واذا كان هناك اختلاف في النتائج ما بين ديكي فولر وفيليب ايهما ناخذ به؟ وشكرا. ناخذ شكرا جزيلا. فيليب سبيرون هو تعزيز لديكو فولر، فالنتيجة النهائية نعتمد على فيليب سبيرون. العينة الصغيرة يعني يمكن تحويلها داخل البرنامج إيفيوز، يعني إذا كانت سنوية أو مثلا عندك عينة من 10 سنوات أو 15 سنة يمكن تحوليها إلى ربعية، يعني ربع سنوية البرنامج يحولك إياها ربع سنوية، فتقدرين تكبرين العين او السلسله مالتش. او نستخدم البانل، البانل والبول، يعني نحاول نستخدم الكروس سكشن ويا التايم سيريز نمزجهم، تعرفوا هذا يعني همتين ان شاء الله نطبي محاضره المزج همتين يخلصك من العينات الصغيره. يعني عينه مثلا عدت 10 سنوات تاخذين 30 دوله وياها 20 دوله، فيصير عندك كروس سكشن مع تايم سيريس البانل داتا، هذا يعني يخلصك من المشكلة. بس بشكل عام التايم سيريس يعني يكون لا يقل عن 27 يعني حتى الاردل الاخير هو يكون ما يتجاوز يعني ما يقل عن 27 مشاهدة، لازم يكون عندنا 27 مشاهدة. فاذا كانت بياناتك اقل من هاي حاولي تحوليها، يعني تحوليها إلى ربعية ومنطقية. يعني معظم البحوث يعني مثل نحتاج بياناتها تكون ضعيفة بها، حولها إلى ربعية والبرنامج يحولها يعني إن شاء الله إذا صار عندنا مجال أرى وش طريقة تحويلها إلى ربعية وتتحول. يعني 10 سنوات تصير عندك 40 سنة 40 مشاهدة كل زين. كل ما تزيد حجم العينة كل ما الفجوات الزمنية تصير عندك مريحة وكل ما تكون نتائج أفضل. شكرا جزيلا دكتور. أستاذ محمد أقبل الطلب، الله يكرمك وتفضل بسؤالك. أستاذ محمد إذا كنت تسمعنا. نعم تفضل نسمعك. عليكم السلام، حياك الله دكتور. مشكور على المحاضرة دكتور نبيل. بالنسبة للفيوز هل يمكن أن يطبق على عينة ما يقارب حوالي 50 نفر؟
50 نفر ايش عندك متغيرات؟ متغيراتك شنو؟ اربع متغيرات. من الاحسن ندير الاس بي اس اس، الاس بي اس اس او الفيوز؟ اذا 50 شخص يعني عندك ب 10 متغيرات وش قد؟ عندي اربع متغيرات واربع متغيرات والعينه فيها 50. نستخدم البانل هنايا، نستخدم كروس سكشن. كروس سكشن مع التايم سيريس، يعني يصير عندك ال 50 تضربها في أربعة. كم متغير؟ اربعة تضربها، يعني اربعة يصير عندك حوالي 200 مشاهدة. البانل طريقة البانل لا اس بي اس اس ما يقدر ما يشتغل هاي الطريقة، فقط الايفيوز. ايفيوز نقدر نستخدم طريقة يعني البيانات المقطعية مع البيان مع السلسلة الزمنية، تكبر السلسلة بالحالة. يعني تحسب الأشخاص الخمسين شخص اعتبرهم 50 دولة، اعتبرهم يعني هاي تدخل يسموه بيانات مقطعية، والداتا اللي عندك الموجودة الأربع متغيرات نعتبرها التايم سيريس، فصير عندنا بانل. شكرا دكتور. والبانل بي يعني ان شاء الله ناخذ بمحاضره البانل بي يعني طرق، يعني بثلاث طرق احتساب، بس هي عينه مالتك يعني مو سلسله زمنيه او عينه خاصه، انت عينه عندك او بيها التايم سيريس. ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد. طيب دكتور ايضا سؤال من الشات يقول اذا كانت الدراسه لا لأثر متغير مستقل على 9 متغيرات تابعة لثمانية عشر سنة، أرجو الإجابة. أكو يعني من تأخذين 9 متغيرات على متغير واحد، يعني أحس هذا يعني يعني صار نموذج متضخم. فتستخدم أول شيء طريقة الستيب باي ستيب، تحاول تعزل المتغيرات الغير مؤثرة بالبداية، تعزلها عن جهة، وبعدين تحدد متغيرات، لأن 9 متغيرات كنموذج كلش كبير. بس يمكن نأخذها إذا نستخدم المتغيرات يسموها control variable، ندخل جزء من عدها بالcontrol variable، وعندنا مثل المتغيرات أساسية ومتغيرات يعني مساعدة ومتغيرات مقاومة نقدر نوزعها. بس 9 متغيرات يعني نموذج كلش كبير، هذا حتى النتائج صعبة تطلعها أو أحسها تصير غير منطقية. النموذج قد ما يكون توصيف، يعني إحنا كاقتصاديين توصيف الspecification النموذج مهم جدا. قولي لي يا نظرية تخلي 9 متغيرات على متغير تابع واحد، ماكو عندنا نظرية اقتصادية بهالشمولية، ماكو عندنا هيك نظرية. إحنا دائما نستند بالspecification بالتوصيف النموذج، نستند على النظرية، ماذا تقول النظرية الاقتصادية، توصيف على أساس مرجع نظري. يعني هي مو مسألة توصيف النموذج تجمع 9 متغيرات أو 10 وتخليها متغير تابع وتريد تشتغل، لازم أكو عندك أساس نظري. الأساس النظري هو النظرية نرجع له. النظرية الاقتصادية شو تقول؟ إحنا قياسي الأهم، يعني أنا محتاج أنا دا أحكي تكنيك، يعني هاي المحاضرة تكنيك، يعني بس ممارسة حتى واحد يقدر يستخدم الإيفيوس كبرنامج. بس كفلسفة الاقتصاد القياسي، احنا اهم ستيج بالاقتصاد القياسي عندنا هو السبيسيفيكيشن، توصيف. شو نوصف نموذج؟ التوصيف مو احنا مزاجيا نجمع 9-7 متغيرات 8 متغيرات ونربطها بمتغير، هاي ما يعتبر توصيف. احنا الاقتصاديين نتميز عن غيرنا الاحصائيين وغيرهم، احنا عندنا اساس نظري، عندنا نظريه نستند عليها بعمليه توصيف النموذج. فبالتالي شوف النظريه يا نظريه نموذجنا لازم يكون يستند على نظريه اقتصاديه، فهي مو بعدد المتغيرات بقدر ما هي التوصيف يكون قريب الى نظريه اقتصاديه دعمه. شكرا جزيلا دكتور. مداخلة من الأستاذ محمد، فقط أقبل الصوت الله يكرمك وتفضل محمد الحمد.
أو الأحمد عفوا، تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. عليكم السلام، حياك الله، مرحبا. معك محمد الأحمد من المملكة المتحدة، PhD Accounting and Finance. بس في عندي كم سؤال وكم تعليق عن المحاضرة بشكل عام. بلا زحمة الصوت، بس الصوت على الاسماء. ارفع الصوت، الله يكرمك. عم تسمعني كويس؟ يا تفضل. نعم نعم تفضل. بس في عندي كم تعليق على المحاضرة. نعم. يا ريت مثلا تشارك الفايلات قبل المحاضرة يعني مع الطلاب، حتى so we can follow up with the procedure you follow in the والشغلة الثانية، يا ريت تشرح لنا انه المتغيرات، انت قبل شوي اخذتها فقط على البروب، اخذت انه فوق 5% او تحت 5%، واخذت على هذا المقاس المعلومات. بالنسبة للفيجر الباقية يعني، ممكن تشرح لنا وحدة انه ايش معناها هاي الزيادة فيها، النقصان تبعها، الحدود تبعها. شكرا استاذ. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ. يعني حضرتك ما متخصص يعني بالاقتصاد القياسي، انت اكاونتينج صح ولا اكاونتينج؟ هذا الكلام ده تكلمه عندنا البيسك يعني اللي ذكرت لي اياه، هذا نعتبره بيسك يعني، هذا as given يعني. افترض اللي يجي يشتغل او يجي يطبق برنامج ايفيوز، هاي اساسيات يفترض معروفه يعني، ندرسها احنا بالاندر جراجويت، ندرسها بالاندر جراجويت يعني، مسائل بيسك ما يفترض اتعرض لها. بس اللي غير اختصاص يعني، اللي قلنا اذا احصائي، اذا محاسب، اداره، ما يعرف هاي الشغلات يعني، ما يعرف يعني المستوى المعنوية 1% و5% والدرجات الحرية يعني، هالمسائل يعني البيسك مال يعني الالف باء الاقتصاد القياسي يعني. يعني يفترض انا يعني من اعطي محاضرة عن ايفيوز يعني، هاي تعتبر as given، هاي لازم متوفرة او قاعدة اساسية موجودة عند كل واحد متلقي حتى يمكن يفتهم. إذا هلا الأساسيات ما مستوعبها، من الصعوبة يستوعب المحاضرة. هاي أساسيات ضروري واحد يكون عنده أساسيات أو قاعدة يستند عليها يعني حتى يفتهم المحاضرة. فحضرتك لين أكاونتينج، أنا سمعت أكاونتينج محاسبة، يعني المحاسبة ما درس قياس يعني، عندك راجوينت ما عندك قياسي أو ما درسه. فمن الصعوبة يعني ارجع لازم افسر لك الاوليات الموجوده اساسيه عندنا بالاقتصاد القياسي. وهي المحاضره تعتبر ادفانس يعني، محاضره ما يسموها ادفانس يعني، مو اندر جراجويت، ادفانس هاي يعني متقدمه، يسموها اقتصاد قياسي متقدم. فلازم الجراجويت مال الاندر جراجويت مال الايكونومتريك كيترومتريك لازم موجود عندك، الاساسيات موجوده. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله. اذا ترغب نكمل المحاضره دكتور ونعود مره اخرى للمداخلات ان شاء الله. نعم ان شاء الله سيسمح للجميع بالمداخلات بعد نهايه المحاضره باذن الله. بس خلي يكون واضح يعني، نحن بدنا ناخذ ادفانس ايكونومتريكس، ادفانس يعني متقدم يعني، بدنا ناخذه يفترض عندك اساسيات عن البيسك والايكونومتريكس، عن الريجريشن، عن البروبلم المالتي كورليشن الاوتو كورليشن يعني موجوده، الاختبارات من الدرجه الاولى والثانيه، تي معناته شنو، الار، الاف، يعني هاي اساسيات ضروريه موجوده يعني، موجوده عندك حتى نقدر نفتهم، لأن اللي ناخذه حاليا هو يعتبر متقدم عن الأساسيات الموجودة بالاقتصاد القياسي، تحليل سلاسل زمنية يعني، وليس regression multiple regression or simple regression،
هو تحليل سلاسل زمنية. قلنا عليه هذا أول ما طبقه أو أول ما اكتشف هذا التحليل هو سميث بال 1980 اللي هو يسمونه الفاكتور أوتر المتجهات فاكتور أوتوريغراسيف، هو هذا الأساس التايم سيريز الفاكتور أوتوريغراسيف بدينا به بالثمانينات وصار ده يصير تطور. قلنا آخر نموذج حاليا ويعني بالتطور الأردل هو هذا آخر نموذج بالتطور اللي همتين السلبيات اللي عالج السلبيات اللي تتعلق بجوهانسن يعني الكونتجريشن عند جوهانسن وشيلس وعند إنجل وغرانجر أطى شوية بعد وفصل الجانب العلاقات فصل الجانب الأجل الطويل عن الأجل القصير. فالمهم ده ناخذ أدفانس يعني يفترض المتلقي أدى أساسيات الاقتصاد القياسي حتى يمكن أن يعني يسألنا بالشغلات الموجودة مو الشغلات الأساسية اللي يفترض هو مستوعبها. فكملنا إحنا حاليا الجي دي بي اللي هو الواي الناتج المحلي الإجمالي أخذناه حاليا كونستانت لينير تريند أوتوماتيك يعني أخذناه حاليا بهذا المستوى وطلع عندنا البروبرتي مالته عالي جدا زيرو فاجتاز اختبار ديكي فولر. فقلنا ديكي فولر دائما اللي يعزز اختبار ديكي فولر هو فيليب سبيرون. اي خلل مرات ينتقد بسبب حجم العينه بسبب ما ياخذ المتغير العشوائي يصير عنده ارتباط يعني ملتي كورينيان بين المتغيرات العشوائيه. فالفيليب سبيرون يعزز دائما بالدراسات الاجنبيه دائما يعززون الديكوفولار بفيليب سبيرون فحتى يكون الاختبار عندك مجتاز شروط يعني الشرط الكافي والشرط الضروري. اخذنا الديفرنس مع تريند وكملناه حاليا. فعندنا همتين متغير واي اللي هو الجي دي بي همتين مستقر بالمستوى يعني بالفرق الاول مستقر. وهسه راح على المتغير الاخر عندنا اللي هو الار هم تاخذه بس واضحه عندكم يونت روت ناخذه اول شيء ليفل بالمستوى وناخذه انترسبت مع حد قاطع رأسا يعني هاي قلنا عليه المحسوبة والمجدولة رأسا تحول عليه من على البروبرتي. شوف البروبرتي مالته أصغر من أو يعني أصغر من 5% لا أكبر إذا فشل هذا فشل متغير بالمستوى في اجتياز اختبار ديكي فولر. ناخذ مع اتجاه تريند اند انترسبت همتين البروبرتي مالته هنا البروبرتي مالته يعني وصل الحد الى يعني اصغر من 0.5 يعني اجتاز هاي المرحله اجتاز الاختبار هذا يعني بحد قاطع واتجاه زمني. نعزز الاختبار مالته فيليب سبيرون ناخذ ماتي المستوى وحد قاطع رأسا نروح على اليمن يعني قلنا يا أما ناخذ نقارن بين القيمة المحسوبة والقيم المجدولة بمستوى حرية يعني مستوى معنوية 1% و5% و10% أو الطريقة الأفضل نروح على البروبرتي لازم يكون أقل من يعني 5% 0.05 فهنا أكبر بالتالي هنا فشل بالاختبار. ناخذ مع اتجاه همتين هنا
0.8 أكبر من 5% 0.05 ففشل بالاختبار. نحول على الديفرنس الفيرست ديفرنس، ناخذ الفيرست ديفرنس وفقط حد قاطع نشوف هنايا البروبرتي مالته عالي يعني اصغر من 5% هنا 0.01 بالتالي هنايا بالفرق الاول وحد قاطع اجتاز اختبار فيليب سبيرون. اذا اخذنا بال تريند يعني اتجاه مع حد قاطع هنا فشل، هنا فشل بالاختبار. فبالتالي يعني المتغير اللي عندنا هسه حاليا الام 3 وال الجي دي بي الواي وار كلهن مستقره، يعني الاستقراريه مالتها كانت بالفرق الاول مع حد قاطع، هنا مع اتجاه فشل هنا 0.07 هنا اكبر من 0.05 بالتالي فشل. المتغير الاخر عندنا عندنا بعد البي المستوى العام للأسعار، ناخذه بالمستوى ناخذه الديكو فولر بالمستوى البروبرتي شوفوا أنا أكبر خمسة بالعشرة ففشل بالمستوى والحد قاطع. نأخذ الحالة الثانية عندنا أخذناه بحد قاطع. إذا أخذناه بس حد قاطع هو نفس هذا فشل عندنا. إذا أخذناه مع اتجاه حد قاطع مع اتجاه هما تين فشل عندنا. يعني بالمستوى مشتاز السي بي آي المستوى العام للأسعار مشتاز الاختبار عند بالمستوى. نأخذ الفرق الأول نختبره بالفرق الأول first difference وناخذ intercept فقط الحد قاطع. شوف البروبرتي قد عالي يعني هنا اجتاز يعني بالمستوى بالفرق الأول وحد قاطع اجتاز الاختبار مستوى وحد قاطع واتجاه هماتين اجتاز. تعزيز للديكو فولر ناخذ فيليب سبيرون ناخذه وناخذه اول شيء بحد قاطع انترسبت هماتين. شوف التعزيزيه همات البروبرتي مالته كلش عالي اجتاز الاختبار ناخذه بالحد قاطع واتجاه تريند اند انترسبت همتين اجتاز. يعني متغيراتنا كلها لحد الان متغيراتنا كلها مستقره بالفرق الاول. المتغير الاخير عندنا اخذنا الام 3 والبراي والسي بي اي اخذناه معدل الفائده اخذناه يعني ذني كل متغيرات حاليا كملناها.
كلهن متغيرات، يعني كلهن المتغيرات مستقرات بالفرق الأول. بالتالي إذا رجعنا على أول يعني أول جدول راويتكم إياه، إذا كانت مستقرات بال يعني بالفرق الأول كل المستقرات المتغيرات بالفرق الأول، نستخدم يا طريقة نستخدم طريقة جوهانسن سيلش. إذا كانت بس أراويكم إياه الجدول، هذا الجدول نرجع عليه. جذر الوحدة عندنا، اختبارات جذر الوحدة، متغيراتنا وين مستقرات؟ شو احنا متغيراتنا هنا، جميع متغيرات مستقرة عند الفروق الأولى. بالتالي ايش نستخدم؟ نستخدم اختبار تكامل مشترك الكونتجريشن، هذا الاختبار. وهذا الاختبار هو بما أن عندنا أكثر من متغير نستخدم جوهانسن. إذا كان عندنا متغيرين فقط نستخدم إنجل جرانجر. إذا كان عندنا متغيرين بس هنا عندنا ثلاث أربع متغيرات فنستخدم جوهانسن. هذا اختبار التكامل المشترك. إذا بالاختبار التكامل المشترك لقينا على الأقل متجه واحد للتكامل المشترك، نستخدم نموذج تصحيح الخطأ. نموذج تصحيح الخطأ عندنا الأسلوبين، يا ما نستخدم الفاكتر فاكتر ايرور كورليشن موديل أو نستخدم ايرور كورليشن موديل. يعني يا ما نستخدم متجه نموذج تصحيح الخطأ أو نستخدم نموذج تصحيح الخطأ. المتجه في حال وجود عندنا أكثر من متغير داخلي مثل ما موجود حالياً عندنا. حالياً إحنا عندنا هنا أربع متغيرات. إذا عندنا حالة متغير داخلي واحد نستخدم الـ Error Correlation Model. حالياً إحنا عندنا أكثر من متغير داخلي فنستخدم يا نموذج الـ Vector Error Correlation Model. فإحنا بهاي المرحلة أو بهاي إذا نأخذ الاختبار جذر الوحدة، جميع المتغيرات مستقرة بالفرق الأول مثل ما صار عندنا، نروح على يمن على التكامل المشترك. والتكامل المشترك راح نستخدم عندنا نموذجين للتكامل المشترك في هذا، يعني عندما تكون المتغيرات مستقرة بنفس المستوى أو نفس الفرق. عندنا نموذجين، نموذج إنجل جرانجر ونموذج جوهانسن وجوهانسن سيلش. يعني هو جوهانسن وإنجل جرانجر. إنجل جرانجر يستخدم إذا كان عندنا متغيرين، يعني إذا زيد عدد متغيرات بمشاكل، لذلك استحدثوا اختبار جوهانسن. فإحنا بما عندنا أربع متغيرات راح نستخدم اختبار جوهانسن تكامل مشترك. بالتكامل المشترك إذا سوينا اختبار لقينا على الأقل متجه واحد نستخدم، يعني معناته هنا نقدر نقيس العلاقة القصيرة وطويلة الأجل. نقيس العلاقة الطويلة والقصيرة الأجل. إذا قسنا العلاقة الطويلة والقصيرة الأجل، إذا كان عندنا متغير داخلي واحد نستخدم الـ Error Correlation Model، وإذا كان عندنا أكثر من متغير داخلي نستخدم الـ Vector
error correlation model. فرق بسيط بيناتهم، بس هو هنا تكون متجه وهنا تكون عندنا متغير واحد، هنا عندنا أكثر من متغير. إذا ما كان عندنا تكامل مشترك فنستخدم النموذج الفار، الفاكتور الفاكتور أوتو ريجريسيف، هذا يسمونه اللي قلنا عليه الانريليستيك، النموذج الغير مقيد. ومن هذا الفار نشتق الامبلوس ريسبونس فانكشن والفيروس، يعني نشتق من عنده دالة الاستجابة ودالة ونموذج وتحليل التباين. بالإرر كورليشن إذا عندنا استخدمنا أي من النموذجين، الإرر كورليشن موديل أو الريليشن موديل، من هذا الفاكتور إرر كورليشن موديل ممكن أن نشتق دالة الاستجابة ونموذج تحليل التباين. هاي الخطوات يعني ده نستخدمها حاليا. أي باحث عنده متغيرات توصيفها يستند على النظرية الاقتصادية، يمكن أن يتبعها ويوصل النتيجة، يقدر يقيس العلاقة بالأجل الطويل ويقيس العلاقة بالأجل القصير وبين التأثير، يستخدم نفس الأسلوب. هاي المنهجية هي تستخدم لإعداد أي دراسة قياسية، على الشرط يعني احنا اللي اخذنا حالة واحدة اللي هي المتغيرات مستقرة بنفس الفرق، يعني مستقرة بالفرق الاول، نستخدم هذا الاسلوب. بس اذا عندنا يعني مستقرة بالفرق الاول والمستوى لازم نستخدم أردل، وهذه الرادلة يعني محاضرة خاصة بس لان أردل هم تبيع عندنا ناردل وعندنا أردل والإضافات اللي صارت عليه وفرقة عن الكونتيجريشن الجوهانسن كونتيجريشن. فالأردل هو أحدث يعني نموذج، ولكن أسهل من باقي النماذج، أسهل من يعني بالتطبيق يكون أسهل من النماذج الأخرى. أو إذا كان عندنا ما مستقرة، يعني مستقرة بالمستوى ومستقرة يعني قصدي مستقرة بالفرق الأول والفرق الثاني، هنا هم عندنا طريقة لازم نستخدم النموذج الفار، قلنا النموذج الغير مقيد، ما نستخدم كونتيجريشن. يعني هنا عندنا ما عندنا تكامل مشترك، يعني المتغيرات ما عندهن علاقة طويلة الأجل، العلاقة طويلة الأجل ما موجودة بين المتغيرات، فقط عندنا علاقة قصيرة الأجل، نستخدم منه الفاكتور أوتوريجريسيف. وكذلك الحال بالنسبة إذا كانت مستقرة بأكثر من يعني بالمستوى، بالفرق الأول بالفرق الثاني، عندنا اختبار تودا ياموتا، وهذا اختبار قديم يعني وهماتين سهل التطبيق وهماتين الأسلوب نفسه. فقصدي المنهجية اللي نعرضها منهجية أي شخص يريد يكتب رسالة، يريد يكتب أطروحة، يريد يسوي بحث، يستخدم هاي المنهجية بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، يبدي مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى يعني عندنا بالاقتصاد القياسي أهم شيء تكون سلاسلنا مستقرة. إحنا بشكل عام كل السلاسل الاقتصادية يعني سلاسل المتغيرات الاقتصادية كلها تكون غير مستقلة، غير مستقرة دائما بيها اتجاه زمني، بيها تقلبات، بيها قيم شاذة. فأول مرحلة حتى تطلع عندنا النتائج واضحة أو نتائج صحيحة لازم نحولها أو نسوي لها سموثينج، نعمها. هذا التنعيم نستخدم فيه الاختبارات اللي قلنا عليها، يعني اختبار ديك فولر يدخل به واي اختبارات، يعني عندك الأوتو كورليشن هما تبين لك إذا أكو عندنا ارتباطات بين الرسوم، أكو الرسم البياني، هما تبين الرسم البياني تقدر توضحها. فقصدي أول مرحلة عندنا السلسلة لازم تكون عندنا مستقرة، ما بيها مشكلة، لأن إذا السلسلة عندنا غير مستقرة راح يصير عندنا يسمونه الانحدار الزائف. الانحدار الزائف تكون عندنا R سكوير عالية، القيم كلها معنوية، T R L F المعلمة يعني الألفا والبيتا 1 بيتا 2 كلها تكون معنوية، لكن شنو المشكلة عندنا؟ مشكلة عندنا تكون يسمونها انحدار زائف.
ونميز الانحدار الزائف دائما تكون عندنا يعني الار سكوير ضرب الواسط قارن بيناتهم. فشوف دائما مثل الضرب الواسط يكون اعلى من الار سكوير او الار سكوير يكون اعلى من الضرب الواسط، هذا يبين لك اكو انحدار زائف. قيم موجوده الار سكوير يوصل لك 90 95، بس هي اصلا عندنا انحدار زائف يعني عندنا مشكله. اذا ما عندنا انحدار زائف واذا كانت البيانات اصلا مستقره بالمستوى، اذا كانت البيانات مستقره بالمستوى فما عندنا مشكله، يعني ماكو داعي نستخدم تايم سيريز، نستخدم الريجريشن انحدار العادي ما عندنا مشكله، نستخدم الانحدار العادي ونقدر نطلع قيم عندنا. بس احنا دائما المتغيرات مالتها تكون غير مستقره، لذلك دائما نستخدم الاختبارات الجذر الوحده او اختبارات الاستقراريه حتى نحقق استقراريه للمتغيرات. وهالاستقراريه من حققها عن طريقها نقدر نبني العلاقه طويله الاجل والعلاقه قصيره الاجل. قبل التايم سيريز دائما ما نقدر نفصل بين العلاقه الطويله الاجل والقصيره الاجل، يعني بالريجريشن ما نقدر نربط علاقه طويله اجل وقصيره اجل. الريجريشن يعني هو تحليل احصائي، بس تحليل احصائي يكون جامد، يعني جامد بحيث ما يقدر يعطيك القيمه، يعني قيمه هاي العلاقه باجل طويل او اجل قصير. والشغله الثانيه عندها مشاكل اذا تستخدم اللاج، يعني اللاج تاعي الفجوات الزمنيه، اذا تستخدم فجوات زمنيه دائما يصير عندنا مشكله بعمليه الاوتو كورليشن، يصير عندنا بارتباط بين الاخطاء المتغيرات العشوائيه وهي سبب لنا مشاكل. فالتايم سيريز هو الحل الامثل اللي خلص، هو يعني كان الباحث قبل ما تخترع التايم سيريز او الفاكتور اوتو ريجريسيف، كان الباحث مشكلته شلون يحل مشاكل القياس الاقتصادي، يعني هو يسوي انحدار يعوف الانحدار ويعوف التحليل الاقتصادي ويحتار بالبرنامج شلون يحل مشكلة المولتي كوريلي، شلون يحل مشكلة الاوتو كوريليشن، يعني الاخطاء عندك بالتوصيف شلون يحلها. هذا النموذج يعني او حتى البرنامج خلصنا من هاي النتائج، خلصنا من هاي المشاكل اللي كان يعاني منها نظرية الاقتصاد القياس التقليدي. حاليا مشاكل تعالج ضمنيا داخل البرنامج، يعدل لك اياها ضمنيا فتتفرغ للتحليل والتوصيف الاقتصادي. فالمهم هاي المراحل هي مراحل اي بحث قياسي، عندنا متغيرات تستند، هاي المتغيرات مو مرتبها من يمه، 9 متغيرات مستقله واحد تابع، لازم اكو نظريه اكو نظريه، هاي المتغيرات داخله ضمن النظريه تستند عليها، يمكن ان نستخرج علاقات الاثر والسبب والنتيجه، نقدر نستخدم العلاقه طويله الاجل وطويله قصيره الاجل، نقدر نبين الصدمات اللي تحدث بكل متغير وانعكاسه على المتغير نفسه وعلى المتغيرات الاخرى، تاثير بمديات، يعني مثل 5 مديات 10 مديات، يعني مديات زمنية، هذا يبين لك الأثر ويقيس لك إياه ويطلع لك إياه بالشكل، يعني كشكل وكقيم. مهم، فإحنا متغيراتنا كلها صارت عندنا ضمن الـ يعني مستقرة بالفروق، فنستخدم الاختبار التكامل المشترك. وقلنا اختبار التكامل المشترك بما أنها مستقرة بالفرق الأول كلها، فنستخدم يعني هو يفترض هنا يهم يعني مو اختبار، هو الأردل همتين بيته اختبار تكامل مشترك، بس هنا اختبار تكامل نقصد به نستخدم يا أما إنجل جرانجر يا أما نستخدم جوهانسن أو جوهانسن شيلس. فإنجل جرانجر قلنا عليه هذا الاختبار أو الاختبار التكامل نستخدمه إذا كان عندنا فقط متغيرين، كل ما من متغير من 3 فما فوق نستخدم اختبار جوهانسن، وهو من أفضل يعني الاختبارات الموجودة،
وأكثرها أكثرها صدق وقيم اللي نستخرجها من الدقامة تعطينا نتائج فيما يتعلق بالنموذج اللي يلي للنموذج اللي يقيسنا العلاقات القصيرة الأجل. يعني الاختبارات التكامل المشترك أو معادلة التكامل المشترك الفرقها عن معادلة يعني عن معادلة سواء كان فاكتور إيرر كورليشن موديل أو إيرر كورليشن موديل الفرق بيناتهم أول شيء التكامل المشترك نأخذه نأخذ المتغيرات معادلة تكون بالمستوى يعني نأخذ المتغيرات على حالها بدون ما نأخذ فروق لها نما هنا نأخذ شنو الدلتا نأخذ الديفرنس حتى نطلع قيمة الفاكتور ايرور كورليشن موديل او ايرور كورليشن موديل. الحالة الثانية التكامل المشترك يقيس لنا العلاقات طويلة الاجل هل بين المتغيرات اكو علاقة طويلة الاجل ويعرضها بمتجهات يعني عدد المتجهات يبين طبيعة العلاقة الموجودة بينما الفاكتور ايرور كورليشن موديل يقيس لنا العلاقة القصيرة الاجل القصيرة الاجل بين المتغيرات فهاي عملية فصل يعني هذا يعني نتاج التطور اللي حدث بالقياسي وهذا يساعدنا حتى بالتحليل الاقتصادي التحليل الاقتصادي عندنا العلاقة احنا عندنا بالاقتصاد علاقات طويلة وعلاقات قصيرة ودائما اكو فرق بين العلاقات القصيرة والطويلة فيما يتعلق يعني مثلا عندنا احنا النقود عندنا بالاجل الطويل اعتبروها حيادية تكون ما لها تأثير حسب النظرية الحديثة حيادية بينما بالأجل القصير لها تأثير لها تأثير على المتغيرات الحقيقية لها تأثير ما عندنا مشكلة بها فقصدي هاي فينا بالتحليل الاقتصادي الفصل بين العلاقات الطويلة وقصيرة الأجل فقلنا إذا أريد نحدد أي متغير السترة ضغطة بيدك وكليك على كل متغير يتحدد غير هالطريقة ما يقدر تحددهن يعني ما تقدر تحدد المتغيرات يعني بدون هالطريقة ما تسوي ما تقدر تحددها يعني صعبة تحددها إذا نستخدم هالطريقة حتى نبينها فالمهم عندنا هسه حاليا روح عندنا معادلة استيميت الفار معادلة الفار تايب أو الستاندر تايب واندوجينوس نقدر نستخدم هاي نستخرجها وبعدين نرجع على التكامل أو نقدر نستخدم حسب الترتيب نروح على معادلة التكامل تكامل مشترك ها جوهانسن Configuration test group statistic quick تنزل على group statistic وتنزل على Johansson configuration هاجوا Granger causality عمتين Johansson هذا الـ تكتب الـ 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 series اللي عندك منو series اللي تسوي بها عندنا الـ M3 الـ M3 و P و R و R و Y endogenous لأن كلهن داني endogenous فيدخلن كلهن لاج تخلف واحد احنا عندنا ديفرنس واحد ال 0.05% السايز مالته ما سويناه صارت عندنا مشكلة ال
الفيوز هنايا نجي من هنايا لل configuration test. فعندنا هنا إذا single equation قلنا العائلة إذا عندنا انجل جرانجر وعندنا جوهانسن ناخذ جوهانسن. ناخذ واحد واحد. No intercept. Intercept, no intercept. No intercept. وقاعد ياخذها. سوي اللي لازم نسوي المعادلة عندنا ستاندر فاكتور اورو كورليشن. ناخذ هذا الفاكتور اورو كورليشن اللي هو M3 R1 معادلة التكامل المشترك. عندنا السامبل من يعني عندنا فجوة زمنية لاج تايم فجوة واحدة من 1988 2017 انكلود الاوبزيرفر 30 مشاهدة عندنا بعد التعديل اللينير ديزمال اتجاه خطي المتغيرات عندنا سيريس الواي والار والبي والام اللاج عندنا واحد فيطلع لنا عندنا قيمتين نعتمدها بعملية التكامل عندنا التراك يسموها الأثر تراك ستاتيك اختبار الأثر واختبار القيمة العظمى الماكسيمم انجل ستيت ذني قيمتين ناخذ نقارن بين القيمة المحتسبة قيمة الهاي ويا ناخذها ويا القيمة الحرجة ويا القيمة الحرجة يعني ناخذها ويا الانجلز هاي القيمة الحرجة نشوف هناية القيمة اكو فرق بينات القيمة بين القيمة الحرجة وبين القيمة يعني هاي عندنا مثلا 34 هنا 27 15
22 4 1 هسه ايش عندنا هنا؟ هنا عندنا دائما القيمة الحرجة أقل، قصدي القيمة الحرجة أكبر من اختبار الأثر، الاختبار الأثر هاي بالنسبة الأولى. وناخذ الثانية عندنا هسه اختبار الاثر تقارن بين التراك ستاتستيك والسترال فاليو القيمه الحرجه. هنا عندنا التراك 56 47 اكبر، يعني عندنا متجه 22 29 اصغر، يعني ما عندنا متجه واحد 6 15 1 3. فتراك تيست انكلود وان كونتجريشن، يقول لك اختبار الاثر عندنا واحد كونتجريشن متجه واحد عنده مستوى معنوية 5% اختبار الاثر. الاختبار الثاني قلنا عليه اختبار الماكسيمم اكسبنت القيمة العظمى، نقارن هماتين بين القيمة العظمى وبين القيمة الحرجة. القيمة الحرجة هنا 34 37 أكبر، يعني عندنا متجه، و15 21 أقل 4 14، فعندنا فقط هنا يقول maximum test include one configuration equation، يعني عندنا معادلة واحدة فقط تكامل متجه تكامل واحد عندنا مستوى معنوية 5%. فمدام عندنا تكامل مشترك واحد في الحالة نستخدم يعني نستخدم الايرور كورليشن، بس كمعادلة المعادلة افترض نكتب معادلة العلاقة طويلة الأجل. همتين مثل نفس الطريقة اللي قلت لكم عليها، بدل ما تقول أكبر وأصغر تروح على البروبرتي على الاحتمالية، الاحتمالية تخلصك من أو تبعدك عن مسألة أكبر وأصغر. الاحتمالية اللي تشوفها هنا أن أول متجه احتمالية مالته أقل من 5%، بينما باقي المتجهات فشلا ماكو عندنا احتمالية أكبر من 5%، فعندنا هنا شنو فقط متجه واحد. نجي على البروبرتي هنا للقيمة العظمى الماكسيمم القيمة العظمى، البروبرتي هنا شوفوا الاحتمالية للمتجه الأول أقل من 5%، بس المتجهات الأخرى أكبر من 5%. فيعني النتيجة سواء الاختبار الأثر أو اختبار القيمة العظمى يعكس لنا وجود متجه واحد على الأقل بيناتهم. بس أنا مهمة يعني ما تناولناها اللي تخص تخص بالبداية، يعني تريد ترسم المتغيرات، تشوف المتغيرات الرسوم مالتها، يعني الاتجاه مال، يعني قبل ما تشتغل الديكوفولار الاستقرارية
تقدر تحاول ترسم هذه المتجهات، شوف اتجاهنا الزمني كيف يكون. نقدر نروح على جرافيك متغيرات من الموجودة عندنا اللي هي M3 P R P R Y. لينير تأخذه يعني هاي أشكال مختلفة لل نأخذ الخطية هم خطية هاي المتغيرات تبين إجمالية ونقدر نسويها على أساس الجرافيك مالتها على هذا M3 P R Q يمكن أن نرسمها ب نقدر نرسمها هنا يتغير به هنا multiple series هنا يقول لك single graphing يعني تقدر تجمعهم برسم واحد أو تخليهم فرادة فتقدر تسويها فرادة يعني تخليهم multiple graphing يطلع عندك الرسوم يعني هذا R هذا P هذا U بابا ها شو خلص لا لا بعد
ممكن من الكونتجريشن يعني صار عندنا متجه واحد نروح على معادلة استيميت فار او استيميت كويشن يعني نفس بس استيميت فار نقدر الفاكتور ايرور كوليشن اللاج نعتبره واحد يعني لان تغير عندنا يعني احنا اثنين هو التباطؤ عندنا فقط واحد هاي معادلة ال الفاكتور ريكوريشن استيميت نكلود 30 هاي كنت هاي العلاقة هاي العلاقة للكونتجريشن هاي العلاقة طويلة الأجل هاي العلاقة يعني من عندنا نطلع معادلة العلاقة طويلة الأجل الكونتجريشن وهاي تمثل لنا العلاقة القصيرة الأجل هاي تمثل العلاقة القصيرة الأجل وهذا يمثل لنا حد الخطأ الخطأ ال 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 الايرور يعني حد الخطا اللي عن اللي عن نقطه التوازن ويمكن نكتب المعادله انا رايك المعادله اللي نكتبها هاي المعادلة معادلة الفار ايرور كوليشن كومن شوف اللي قلنا عليه الفرق بين الفرق بين الفاكتور ايرور كوليشن موديل والكونتجريشن المعادلة بالكونتجريشن نكتبها بالمستوى يعني بدون فروق بينما بال النموذج تصحيح الخطأ ناخذها بالفروق وهذا هو الخطأ تصحيح الخطأ تنكتب بهالشكل هذا فشوفنا عندنا كم تباطؤ التباطؤ واحد هنا القيمة أول وحدة تنطرح أو تدخل بها كل المتغيرات اللي تابعة اللي هي الـ Y والـ R والـ P تدخل داخلها وتأخذ بعدين يعني التخلف أو التباطؤ بالمتغيرات السابقة والمتغيرة الفعلية هذه المتغيرة الفعلية هي نفس الام 3 وبعدين واي وبعدين معدل الفائدة وبعدين المستوى العام للأسعار هنا المتغير منو عندنا يعني هو احنا لين المتغيرات داخلة فيعني عندنا عملية يعني معادلات آنية مثل ما عندنا المعادلات الآنية يعني هنا يكون متغير معتمد هنا عندنا يكون عندنا الدلتا ام 3 هنا يكون المتغير المعتمد عندنا الدخل هنا يكون عندنا المتغير المعتمد عندنا هنا معدل الفائده وهنا عندنا المتغير المعتمد يكون عندنا المستوى العام للاسعار او التضخم فهنا يعني متداخله فالمعادلات تكون بينها المتداخلات قلنا التباطؤ مثل ما سوينا التباطؤ رجعه واحد مو اثنين نبدله بدل من اثنين الى واحد مثل ما سوينا
نرجع لل نرجع لها هنا بين هنا عندنا ال هنا الريزيدنت البواقي استيميت اوتبوت يعني نقدر نقدر هنا المعادلة الاوتبوت هنا البواقي هنا الاستركتر نطلع الفرق مع البواقي او هنا نقدر نطلعها من الرسم ريزيدنت هاي هذا يمثل البواقي الفاكتور ايرور كورليشن هاي البواقي مالته بواقي ومن عنده نقدر نطلع الـ M plus هاي قلنا عليه دالة الاستجابة يعني شوف هنا الاستجابة هنا عندنا M plus وعندنا response يعني هنا دفع هنا استجابة وهنا M plus دفع يعني النبضة هنا النبضة وهنا M plus يعني ما تخليها هسه نقدر نطلعها بشكل إجمالي تريده table أو multi graphing شو تريد من عنده يعني إحنا راح نأخذه multi graphing البيريود فترة التباطؤ عندنا يعني 10 فيصير عندنا هذا الرسم شوية ما واضح هاي كل المتغيرات يعني يعني ناخذ اول واحد ما ادري ليش تغير قاعد ادي قاعد ال من اكبرها قاعد يستنسد البرنامج قاعد من اكبر هاي ينسد البرنامج كله ينسد من الجرانجر جرانجر كازاليتي سببية جرانجر هاي عند التباطؤ الأول السببية يعني هنا يشوف العلاقة تأخذ على البروبرتي البروبرتي قلنا نقيس عليه بدون ما نعرف ماكو داعي تعرف قيمة F يعني إحصائية F شوف هنا الاحتمالية احتمالية عندنا يعني عندنا هنا بهاي المنطقة عندنا الأولى العلاقة بين يعني عرض النقد والبواقي مالته هنا العلاقة الصفر هنا العلاقة بين الناتج الجي دي بي وعرض النقد هنا شوف العلاقة من جاية من يعني هنا العلاقة باتجاه واحد هنا تشوف معنوية هنا عندنا معنوية هنا عندنا 0.1 يعني هنا أقل من 5% وهنا العلاقة شنو علاقة تتجه من الدخل يعني المن إلى عرض النقد علاقة عندنا هنا علاقة سببية هنا اثنيناتهم فشلن هنا عندنا علاقة بين الريزيدنت البواقي وال يعني مع البي مع المستوى العام الاسعار همتين ما عندنا هنا اثنين فشلن او هاي عندنا اجتازت يعني اكو علاقه سببيه هنا العلاقه السببيه بين الدخل والمستوى العام الاسعار شوف العلاقه هنا
ماكو لا توجد علاقة. نعم معظمها لا توجد علاقة. مهم. فعندنا بعد من استخرجنا ال 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 correlation model من استخرجناه ال error correlation model فمن عندنا طلع التحليل تباين ولا يعني قاعد اطلع تحليل تباين ونطلع قاعد راسا ينسد عدلين قاعد اسوي الشيرنج من طلعنا ال error correlation model من عدا نطلع تحليل تباين وال يعني نقدر نقدر ال output نستخرجه يعني معادلة ال output نقدر نستخرجه نقدر البواقي يا ما رسم يا ما sheet يا ما correlation matrix يعني البواقي حقنا عليها يا ما نأخذ ال هنا الاستقرارية نأخذ الاستقرارية الروت يعني هالمتغيرات تقع ضمن الاستقرارية ما نأخذها كجدول أو نأخذها كجرافينج يعني هالجرافينج مثل شوف هسه عندنا النموذج عندنا واحدة من قيمه خارج يعني الانفيرس بالتالي النموذج ما يعطينا يعني معناتها يعني أكو عندنا مشكلة بال اختبار البواقي عندنا الجرافينج هاي اختبار البواقي الكورليشن اوتو كورليشن اختبار البواقي وعندنا الامبلوس ريسبونس يعني اذا ناخذ الجدول او يعني ملتيبل يعني اذا ناخذ احنا اذا ناخذ بس استجابه ام 3 للباقيات يكون نير سنجل ماتريكس هاي المعادله مال المعادله الفاكتور الاوتوكريسيف الام 3 والبي والار وهاي معادله المتغيرات القيم مالتها باذن الله تحليل التباين الفاينس ديبوسن هاي تحليل التباين نقدر يا ما رسم او جدول يمثل لنا اياه هذا تحليل التباين هنا يبين قيمه كل متغير يعني ايش قد يفسره ويفسر الباقين يفسر يعني شوف الام 3 عندنا
لحد الفترة العشرة يعني ثلاثة أرباع يفسرها نفسه، وأقرب واحد إلى تفسير المستوى العام الأسعار والناتج. عندنا التضخم مستوى العام الأسعار أكثر شيء يعني يفسر نفسه بالفترة الأولى 84%، بس من بالفترة العاشرة أقرب شيء إلى تفسيره هو عرض النقد، وهذا منطقي أكثر، يعني منطقي أكثر، عرض النقد هو أكثر شيء يفسره من نفس المتغير. وعندك الفيروس بالنسبة لمعدل الفائدة، معدل الفائدة أقرب شيء يعني بالفترة الأولى يعني حوالي أكثر من نصف هي يفسرها نفس المتغير، بس بالفترة العاشرة أقرب شيء لا تفسيره هو عرض النقد. وقلنا العلاقة بين معدل الفائدة وعرض النقد علاقة عكسية. الجي دي بي أو ناتج محلي إجمالي نشوف بالفترة الأولى من يفسره، الفترة الأولى 91% هو يفسر ذاته يعني، والفترة الأخيرة الفترة العاشرة 51 يعني نص التفسيرات هو يفسرها، وأقرب واحد إلى بالتفسير اللي هو عرض النقد، وهي علاقة أزلية بين الجي دي بي وعرض النقد، علاقة بين الناتج وعرض النقد. يعني احنا عندنا النظرية الحديثة تتجزأ إلى جزئين، نيوكنزيان ومونيتاريز. النيوكنزيان يقولون الناتج هو يسبب عرض النقد، اتجاه السببية من الناتج إلى عرض النقد. المونيتاريز يقول لا، الاتجاه السببية من عرض النقد إلى الناتج. هذا الحكي وين؟ بالأجل القصير. بالأجل الطويل ما عندهم مشكلة، متفقين على النقود تكون حيادية. بعد أن يعني تحليل التباين قلنا اللاك ستراكتشر، هاي بينا اللاك ستراكتشر، الريزيدنت تيست، الكورليشن سوينا، الكونتجريشن قلنا علينا، امبلوز فارينس، الاندوجينس ستيبل، جرافينج ما عندنا شيء بعد هنا، فوركاستنج اذا نريد نتنبأ، ميك ريزيدنت ماركت استيميت. Endogenous estimated structure. عندنا بهاي يعني ندخل هنا المتغيرات حسب يعني هو قايل لك depend variable follow by list of the regression include اريما مثلا y يساوي نسي، يعني خلي لك تكتب المعادلة بهذا الشكل. وهنا يعدل كل يعني اي معادله تكتبها تو ستيت جي ام، يعني هاي الطرق طريقه جي ام ام، ال اي ام، الكراتش، حتى الاردل هنا هم تقدر تطلعها. تكتب المتغيرات، اول شيء تاخذ المتغير التابع وتنزل عليه، تقدر تطلع القيم يعني المعادله، قيمه المعادله. أستاذ إبراهيم إذا أكو أسئلة استفسارات حتى أنا نختم الآخر شيء عندنا، بس بقت فقرة واحدة. أستاذ إبراهيم معك دكتور. حضرا معك دكتور. نعم نختم بالفقرة الأخيرة وبعدها المناقشات، ولا نأخذ المناقشات ماشي. يعني خلصنا يعني ما عندي شان، بس على الاستفسارات مالتهم أقدر أتوسع. خلاص طيب طيب، إذا نأخذ المداخلات. تكرما من لديه مداخلة ممكن كتابة السؤال في شات البرنامج لما تقدم، أو استخدام خيار رفع اليد في البرنامج من خلال raise hand في الهاتف أو في الكمبيوتر. حياكم الله جميعا. طيب نبدأ مع الأستاذ عبد الله. أقبل الصوت لو تكرمت وتفضل. أستاذ عبد الله. السلام
تفضل أستاذ عبد الله نسمعك. هل تسمعنا أستاذ عبد الله؟ طيب نذهب إلى دكتورة سماح، تفضلي. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي فقط سؤال حول نموذج أنجل وجرانجل في حالة وجود تكامل مشترك ما بين المتغيرات الدراسة، لكن في نموذج تصحيح الخطأ وجدنا أنه الثابت غير معنوي وسالب. هل هذا يعني بأنه لا توجد علاقة في الأجل الطويل وتوجد علاقة في الأجل القصير أم هذا؟ فقط وشكرا. شكرا جزيلا دكتورة سماح. نعم. معلمة الخطأ لازم يكون سالب، إذا ما يكون سالب مو معنوي، درجة الانحراف عن التوازن يفترض تكون سالب، إذا ما يكون سالب مو معنوي فلازم يطلع سالب. يعني أنا ما أعرف ليش تقولين مو معنوية. ما لمة الخطأ اللي تميز الانحراف عن التوازن يفترض تكون بالسالب، إذا ما تكون سالبة يعني غير معنوية. شكرا جزيلا دكتور. طيب أستاذ محمد سؤالك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شكرا دكتور وبارك الله فيك على هذا الشرح اللطيف جدا. فقط عندي ملاحظة فيما يتعلق بالبيانات، واضح أن فيها structure break. فسؤالي احيانا تقريبا في الفيوز انك تعمل تيست للستراكشر بريك، هل بالامكان فصل السلسله الى قسمين؟ مثلا لما تكون عندي سلسله طويله فنستطيع ان نقسمها ونعمل تيستين يعني مختلفين. هي بوست تراب، هي طريقه البوست تراب، تقدر تفصلها يعني تسوي فترات جزئيه تقطعها بالبوست تراب. بالبوست تراب نقطع السلسلة بالبوست راب ونفصلها إلى قسمين ونعمل كل واحدة على حدة، يعني نعملها. إذا كانت عندك السلسلة كبيرة أستاذ محمد تقدر يعني تقدر تتفنن بها، بس إذا السلسلة صغيرة يعني إذا هي بيانات سنوية نحولها إلى ربعية، يعني حوالي كان في ربعية 120 من تقطعها إلى جزئين يعني بالإمكان تشتغل وتطلع نتائج، بس إذا سلسلة قصيرة من الصعوبة يعني نتائجك تكون ضعيفة. إيه صحيح. إيه. شكرا بارك الله فيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الله يسلمك. شكرا جزيلا أستاذ محمد، حياك الله. طيب في دكتور في سؤال من الشات. نعم. علاء عندك، علاء رافع ايده، علاء وايكونوماتريكس ما نعم. رافع ايده. نعم نعم دكتور، اشاهد المرفوعه. فقط نقسمها لجزئين، بعض الاسئله ايضا موجوده في الشات. في عندنا سؤال من الشات يقول هل ممكن ان نقيس السبب بين المتغير وبواقيه ام لا، وبواقيها اعتقد يعني يعني طلعت عندي بالسببية البواقي لسبب واحد، هي ما يصير قياس بها، بس البرنامج عندي انغلق فاضطريت أرجع أفتحه على السريع وأدخل متغيرات وأسوي سببية، بس هي بشكل عام السببية تكون بين المتغيرات، واضح؟ بس لين صار عندي البرنامج يعني كل ما انغلق عندي فاضطريت أرجع أدخل بيانات على السريع حتى بس أطلع السببية أوضحها، بس ريزيدنت ما يصير سببية مع المتغير. شكرا جزيلا دكتور. الأستاذ إيكونومتريك تفضل لك الصوت، أقبل الصوت الله يكرمك وتفضل إذا كان لديك سؤال.
ألو. نعم تفضل. تفضل تفضل. السلام عليكم. أولا شكرا للمركز على هذه المبادرة القيمة، وشكرا للأستاذ على ما قدمه خلال هذه الساعات، وشكرا على المجهود الذي قدمه. أستاذ، أود أن أقدم مداخلة بسيطة حول ذلك المخطط بخصوص جدر الوحدة. نعم. المخطط الأول الذي هو طبعا هو لك، يعني تريد عرض الصورة ماكو داعي أستاذ ذلك. ممكن إذا أردت عرض الصورة فقط، عندي بعض الملاحظات حول ذلك المخطط. ماشي. تفضل تفضل استاذ، هذا المخطط قدامك. المخطط مثلا اذا كانت السلاسل المستقره من الدرجه 0 و1 و2، مذكور في المخطط انه يمكن استخدام اختبار تودا ياماموتو. هذا الاختبار استاذ خاص بالسببيه طويله الاجل، هو اختبار وليس عباره عن نموذج، لذا ادراجه هنا استاذ غير وارد، لأن المخطط حسب ما أرى هو خاص بالنماذج وليس بالاختبارات، لأن ذلك الاختبار هو اختبار وليس نموذج. أستاذ، عندك التكامل المشترك اختبار، عندك الأردل اختبار. لا لكن أستاذ الأرديال هو عبارة عن نموذج، الاختبار هو اختبار الحدود، هو خاص بالأرديال. والتكامل المشترك، والتكامل المشترك هو عبارة عن منهجية تحليل، ونحن نستخدم الاختبار ثم نموذج الفيكتور أورر كوركشن مودلز. ثانيا أستاذ، الاختبار تومودو نفس اختبار التكامل المشترك، نفس الطريقة، لكن هو أستاذ هو عبارة عن سببية طويلة الأجل وليس عبارة عن نموذج بحد ذاته، لأن هذا الاختبار لا يقيس الأثر بل يقيس وجود العلاقة من عدمها. هذا أولا. الأمر الثاني أستاذ، بخصوص لما تكون عندنا سلاسل مستقرة من الدرجة الأولى والثانية، حسب المخطط مذكور أننا يمكن أن نستخدم نموذج الانحدار الذاتي أستاذ، وفي كل كتب المتخصصة بنظرية التكامل المشترك، حوالي هناك 15 كتاب متخصص في نظرية التكامل المشترك من سنة 1983 إلى 2017، حوالي الكتاب الأخير حول التكامل، لا يوجد أي مرجع أكاديمي يقول أننا في حالة السلاسل المستقرة من درجة 1 ومن درجة 2 يمكن أن نستخدم نموذج فار. هناك مقاربات خاصة عندما تكون لدينا سلاسل مستقرة من الدرجة الأولى والثانية، مثل مثلا مقاربة هالدروب، عندنا تحليل ملتي كوانتيجريشن، عندنا مقاربة كوريتا سنة 2012، عندنا هذه المقاربات. لكن أستاذ، ما أردت أن أوضحه أن نموذج فار لا يستخدم على هذه المنهجية، فقط الأخطاء الشائعة شاعت بين الباحثين ثم انتقلت وأصبح خطأ شائع، لكن في كل الأبحاث الأكاديمية وكل كتب وكل الخبراء لا يوجد أي كتاب أكاديمي. مثلا أعطيك مثال أستاذ، في كتاب ما ضال أستاذ، هاي الدراسة، هاي البحوث، هاي النماذج، ماكو كتاب أكاديمي، هاي النماذج كلها دراسات. هو أردل بليسان سوى دراسة بال 2001 وصار نموذج عندك. كل دراسات، ماكو كتاب منهجي يطلع لك هذا النماذج. كل دراسات معتمدة، أنا عندي دراسة معتمدة. إذا كان عندك المتغيرات مستقرة بالفرق الأول والثاني، يعني هنا عندك نستخدم الأنرستك، يعني النموذج الغير مقيد. من هو النموذج الغير مقيد؟ الفاكتور اوتوريجريسيف، نموذج غير مقيد. يعني لكن استاذ،
هي على الدراسات، يعني الدراسة إذا تستند عليها، معظم الدراسات ما كل رائدة، دراسات رائدة قد تأخذها أنت أو ما تأخذها، بس برأيي يعني هاي الدراسة رائدة وهي أول ما طبقت، يعني ذكرت بوقتها قالت إذا المتغيرات مهمة، يعني لا هي مستقرة بالفرق الأول ولا هي مستقرة بالمستوى، وعندك تشابه بين مستقر ولا تقدر تستخدمها مثل ما تستخدم أردر. قولي إذا عندك متغيرات مستقرة بالمستوى. إذا عندك متغيرات مستقرة بالمستوى بالفرق الأول فرق الثاني، أي نموذج تستخدم أستاذ؟ أنا معك أستاذ، أنا أسمعك، أنا فقط أي نموذج تستخدم؟ هناك أستاذ، هناك أستاذ مقاربات خاصة بهذه الحالة، لكن لا يوجد أي نموذج تستخدم. أنا دا أسألك، أنا دا أسألك، عندك عندك مستقرة بالفرق الأول والثاني، أي مثلاً تستخدم؟ مثلاً integration، لا تقدر تستخدم جوانسين، لا تقدر تستخدم أردل، لا تقدر، لا 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 أستاذ، الأردل يشترط أن لا يوجد أي سلسلة مستقرة بعد الفرق الثاني، ومثلاً جوانسين يشترط أن كل سلاسل مستقرة من نفس الدرجة. اي فقصدي هذا هو الحل، هذا الحل، واكو دراسات عنه، يعني هذا حل، لكن هذا عنده حل دا احللها ودا اسهلها للباحث ليظل محتار اي نموذج يستخدم اذا كان عنده بهالمستوى بالفرق الاول وبالفرق الثاني اي نموذج. لكن يستخدم الغير مقيد، النموذج الغير مقيد يعني معناته علاقه طويله اجل ما موجوده عندك، علاقه قصيره اجل، تفهم قصدي؟ لكن أستاذ فهمتك جيدا حول ما قصدت، لكن أستاذ ما أردت أن أوصله لك أن هناك مقاربات خاصة لمعالجة هذه المشكلة. مثلا أستاذ في كتاب هناك كتاب متخصص مثلا الخاص بمضالة سنة 1998 ذكر في فصل خاص، في فصل خاص حول نماذج الخاصة عندما تكون سلاسل مستقرة من الفرق الأول والثاني، ذكر مثلا مقاربة هالدراب، لم يذكر أبدا وجود مثلا استخدام كوجراتي. ذكر، قولي كوجراتي ذكر، كوجراتي ذكر كوجراتي أستاذ في كتابه البازيك إيكونومتريكس لم يخصص كثيرا حول أمور تكامل مشترك، لكن لو رجعنا إلى كتاب مثلا كتاب جوهانسون المتخصص سنة 1996 وكتاب مادالا سنة 1998 وكتاب كاتارينا جوليسيوس الذي كانت مع جوهانسون في اختباره سنة قصدي يعني ايكونوم استاذ، هذا الحل الامثل لهيك متغيرات، حل امثل، هذا رايي، مثل هذا الكتاب رايي هيك، هذا رايي، يعني كل واحد يتحمل الراي مالته. انت سهل للباحث اذا وقع بمشكله كانت متغيراته مستقره بالفرق الاول والثاني ماذا يعمل؟ لا يستطيع ان يستخدم الجوهانسن، لا يقدر يستخدم أردل، لا يقدر يستخدم OLS، ماذا يعمل؟ هذا الحل، أكو دراسات كثيرة مستخدمة هذا الحل، وهذا حل أمثل، يعني أحسن ما تخلي دايخ مقارباتك، هذا حل. لكن أكو دراستين رائدة مستخدمة هذا الأسلوب وواحد يعتمدها. يا أستاذ ليش لو استخدمت اللي وش اعتمدته بريسيان؟ بريسيان ضيع جوهانسن، لغة جوهانسن بريسيان، وصار عندنا اختبار أردن، لو وش اقتنعت باختبار أردن؟ لو وش اقتنعت؟ لأن هو أول واحد استوى، صحيح ولا؟ أستاذ
أستاذ مثلا إذا لدينا سلسلة مستقرة بعد الفرقة الثانية، هنا بيزاران نفسه سنة 2001 ذكر أنه لا يمكن استخدام هذا النموذج في حال السلاسل مستقرة من درجة 2، هل يمكن لباحث أن يستخدم RDL في وجود سلسلة مستقرة من درجة 2 وهو خالف الشرط الأكاديمي الذي وضعه بيزاران ولم يأتي أصلا بالبديل؟ ممكن. ما الحل؟ هناك أستاذ نماذج لا توجد مثلا في إيفيوز، مثلا هناك نماذج موجودة في الأوكسيمتريكس، مثلا في الأوكسيمتريكس سويت الثامن الفيرجن الثامنة والسابعة، هناك نماذج خاصة مثلا بالكوانتي جريتد بار. أستاذ وإن أردت في الإيميل سأرسل لك كل المراجع التي أتكلم عنها ويمكنك التأكد. وشكرا لك أستاذ على المداخلة القيمة، لقد استفدنا منك كثيرا. يا أهلا وسهلا أستاذ. شكرا جزيلا. طيب نذهب إلى الدكتور سماح، تفضلي. شكرا، بارك الله فيك. ولا فقط الأستاذ عندما طرحت له مشكلة العينة صغيرة قال لي بأنه يمكن تحويلها إلى عينة رباعية أو عينة نصف سنوية، هل ممكن ولو شرح بسيط كيف يتم ذلك فقط وشكرا. ماشي. لازم نرجع للبرنامج يعني البرنامج الأول نرجع عليه. نزار عندي محاضرة. نزار
حوليها كوارتر مثل ما تشوف اللاحظين هسه حاليا كوارتر، بعدين كتبين سلسلة، السلسلة مالتي تبدأ 1986 شيفت ونقطتين تقولين مثل واحد أو تخلين كوارتر واحد هنا تنتهي هنا ب 2017. ما قاعد الصفحة الجديدة ما قاعد تطلع عندي، افترض تطلع صفحة جديدة. سبيشال بس لازم تطلع صفحة جديدة، تطلع دي ما قاعد تطلع عندي الصفحة الجديدة. صفحة جديدة لازم تفتحين صفحة جديدة new page. صفحة ما قاعد تفتح. شو فيها ست سماح؟ ست سماح ست سماح إذا كنت معنا دكتورة افتح الصوت. هذا نعم أستاذ. شفتي ست سماح أو لا؟ نعم شفتها، شكرا بارك الله فيك. تبعت الخطوات خطوات تبعتيها ماشي. شكرا. نعم بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. طيب حقيقة الأسئلة كثيرة دكتور، ممكن نأخذ مداخلة أستاذ إبراهيم. يعني كموضوع يعني احنا سوينا الدورة الثلاث ساعات، بس كموضوع يحتاج يعني حتى يطلع واحد بروفيشنال
نعم نعم أكيد أكيد هي مقدمة دكتور، ممكن إن شاء الله يعني نعطي فرصة أخرى لتقديم دورة متقدمة. نعم إن شاء الله محترف بحيث يعني يصير يعني مختص بالإيفيوز استعمالاته طريقته يرد لفترة أطول يعني. خلاص اتفقنا، نعطي وعد للمشاركين بأنه ستكون إن شاء الله دورة متقدمة لاحقا في هذا المجال حتى تأخذ حقها، يعني هي فقط يعني مقدمة يعني عن يعني الموضوع. كل موضوع يعني ديكوفولر أو الاستقرارية يرد للساعات إذا ندخل بتفاصيله كلها. نعم صح. برنامج نفسه إذا نأخذ كل شغلاته يرد لوقت، فإحنا استعجلنا للساعات قليلة بموضوع. أنا حاليا الدورة هاي شخص عنده بيانات ودي يسوي بحث نموذج قياسي، فالدورة هاي كيف يستخدم بياناته في يعني بناء نموذج قياسي باستخدام إيفيوز. يعني هي هاي فكرة الدورة هاي ثلاث ساعات، عندك داتا بيانات وتريد تشتغلها قياسي، فالمراحل اللي تدخل بيها ضمن إيفيوز هاي المراحل اللي ذكرناها. بس كتخصص تايم سيريس وبرنامج إيفيوز يحتاج لأوسع من هذا الفكرة اللي عرضناها اليوم. طيب إن شاء الله. آخر مداخلة دكتور من الأستاذ رضا، إذا كان لديك سؤال تفضل. بارك الله فيك أستاذ. بداية شكرا دكتور نبيل وشكرا للأستاذ المنظمين على المحاضرة القيمة. سؤالي بسيط. بارك الله فيك. سؤالي بسيط، أنت تطرقت لدوال الاستجابة في المرحلة الأخيرة وتحليل التباين. نعم. سؤالي ما الفائدة من تحليل دوال الاستجابة؟ لماذا نقوم بها؟ وأيضا تحليل التباين، هل تحليل التباين يعني يدخل ضمن التفسيرات تفسير النموذج في يعني الجانب العملي بتاع دراسة الماجستير؟ إذا كان في الجانب العملي هل يمكن ندخل تحليل التباين هذا ونفسره أو ما فيش داعي ليه؟ يعني هذون السؤالين. حسب دراستك أستاذ رضا، حسب دراستك بها صدمات عشوائية، يعني راح تدرس الصدمات. إذا أكو عندك بيها صدمات يفترض تستخدم دالة استجابة وتحليل تباين. يعني إذا تبين صدمة عشوائية لمتغير يعني مثل يعني واضح قصدي ولا؟ أكو دراسات ما تحتاج صدمات تشتغل الصدمة، أول دالة استجابة تقيس لك الصدمة العشوائية بمقدار انحراف معياري واحد ماشي، فتقيس لك صدمة عشوائية ما استجابة متغير لمتغير آخر إذا حدثت به صدمة عشوائية. كيف تكون استجابة؟ موجبة، سالبة، مدى الاستجابة بيا فترة الأولى، الثانية، الثالثة. واضح أستاذ رضا؟ واضح واضح جدا دكتور. فتحليل التباين يكون المترابطات من الدو من من نسوي الاستجابة بالإمبلوس ريسبونس فانكشن، لازم تحتاج إلى التحليل التباين حتى تبين إيش قد فسر لك هاي الصدمة، إيش قد فسرت لك من التأثير. واضح؟ يعني مثلا دكتور، يعني مثلا الأزمة المالية العالمية في 2008 إذا كان يعني هو أحد المتغيرات، هل يمكن هنا تكون الصدمة خلال سنة 2008؟ أستاذ رضا، إذا عندك متغيرات الأزمة العالمية يفترض خليها دمي فاريابل، ما تستخدم لها صدمة. دمي فاريابل المتغير وهمي تعتبره يأخذ يعني يأخذ صفر واحد ماشي، يعني ضمن الداتا مالتك تخلي صفر إذا ماكو عندك أزمة بألفين وثمانية تخلي واحد، فيسموه دمي فاريابل، بس ما تقدر تسوي له صدمة عشوائية. لا يفرق. أنت عليك دكتور. بارك الله فيك دكتور. الله يخليك أستاذ رضا يا حبيبي. طيب فعليا دكتور انتهى الوقت، شكرا جزيلا لجنابك الكريم على هذه الدورة القيمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكم. أعتذر صراحة، أعتذر على قطاع الكهرباء، يعني الكهرباء سوالي مشكلة. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا دكتور. هذا الوضع يعني مقدر حقيقة، مكتوب على الجميع. نسأل الله تعالى أن يعينكم،
ونشكرك جدا على هذه المحاضرة. الشرف يعني أعطيت محاضرة بمركز يعني دولي معترف ومحترم والكل يعني الكل تشيد به وبإمكانياته وبدوراته القوية وحتى شهاداته معترف بها بكل الجامعات، يعني هذا تعزيز كبير يعني، وهذا الشرف لي أن ألقي محاضرة به. شكرا جزيلا دكتور، لنا الشرف أيضا بتواجدكم معنا، والشكر موصول لجميع الأخوة والأخوات الحاضرين، متمنين لكم مزيدا من التقدم والعطاء إن شاء الله. الله يخليك صدر، الله يبارك فيك. في الختام إن شاء الله فقط نذكر حضراتكم بأن رابط التسجيل سيرسل عبر قناة التليجرام أيضا، ورابط طلب الشهادة الاختياري سيرسل أيضا عبر البريد الإلكتروني الخاص بكم لمن سجل من خلال الموقع الإلكتروني، وأيضا لمن سجل من خلال الاستمارة التي أرسلت عبر الشات. سترسل مرة أخرى لكم استمارة الحضور لمن لم يسجل لحد الآن، ونشكركم مرة أخرى، نلتقيكم على خير. لذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مع السلامة. فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن عالم، اقرأ فإنك ذو نسم ليس الجهول كمن علم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ بأول آية
نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. اقرأ 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 في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ